من ديس لايف ما قبل تفهم ما الستايل بقدر شو. ارتب قبل اللايف. اللايف ايوه بيجيب خلاص انا لايف. هبتدي. السلايد شو ظاهر لكم؟ ظاهر السلايد هنا. ظاهر. ممكن اوقف السلايد بتاعتك بس اظهر الهنا ده عشان نادر، دكتور نادر جدا. عشان ابتدي معاك بعد ذاك ناخد ان شاء الله. تمام طيب تمام كده نحن لايف وانا هقوم اعمل شير سكرين. دكتور نادر اتفضل. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. في مجموعة الباحثين السودانيين في الحلقة الثالثة في ثمار تنمية جهود الباحثين السودانيين في مجال المختبرات الطبية. اليوم نستضيف إنسان غني عن التعريف في مجال المختبرات الطبية، خاصة في أمراض الدم والمناعة اللي هي متخصصة في مجال الاستمسل الخلايا الجذعية. نرحب بالدكتورة هبة بدر الدين، بروف مشارك واستشاري أول في مجال الخلايا الجذعية في أمراض الدم جامعة النيلين، وهي مديرة مركز الخلايا الجذعية بجامعة النيلين. فلتتفضل تعرفينا ابتداء عن نفسك يا دكتورة هبة بصورة يعني بريبلي، ثم تدخلي لنا مباشرة. في الناس كثير تسمع بالخلايا الجذعية، فما هي الخلايا الجذعية؟ دارين تفصيل يكون معروف بالنسبة للناس اللي في المجال بصورة تفصيلية إن شاء الله، ثم بعد ذاك نواصل الحوار. شكرا لك جزيلا. شكرا شكرا دكتور للفرصة، شكرا دكتور أنور، شكرا لمجموعة الباحثين السودانيين. أتمنى إن شاء الله يكون يعني لقاء مثمر الناس يستفيد منه. أنا هبة بدر الدين خليل، أستاذ مشارك قسم أمراض الدم وتقنيات الخلايا الجذعية. يعني اتخرجت من النيلين طبعا، أول دفعة. أنا ما قاعد أقول الكلام ده، كان اللي هقوله لايف. إحنا أول دفعة جامعة النيلين. حضرت الماجستير في جامعة النيلين أيضا، وسجلت الدكتوراه في جامعة النيلين، وكان في اكسترنال سوبرفيجن مع جامعة القاهرة، وده دخلني في مجال الخلايا الجذعية. صراحة بديت الماستر في مولكيولار هيماتولوجي في اللوكيميا، وأثناء ما أنا باخد في العينات من مرضى اللوكيميا يعني حزنت لأنه في عدد من المرضى توفوا أثناء البحث، وابتديت أفتش عن العلاج لسرطان الدم اللي هو اللوكيميا، ولقيت إنه في العالم المتطور في حاجة اسمها الخلايا الجذعية، والحاجة دي بدت من بدري. فمشيت على الصراحة يعني المجال عجبني جداً، وقررت أن أعمل الدكتوراه في الخلايا الجذعية وفي التكنولوجي التقنية اللي لها علاقة بالخلايا الجذعية وعزلها وفصلها وإكثارها وكذا. فمشيت جامعة القاهرة هناك ساندويتش يعني كورس وترينينج والبراكتيكال كان كله هناك، كان بإكسترنال سوبرفيجن. وبعدين الحمد لله جيت السودان، أسسنا لاب للخلايا الجذعية في كلية علوم المختبرات جامعة النيلين، بحيي الجامعة وأسرة الجامعة وأسرة الكلية. وسافرت تاني عملت البوست دكتوريت، طبعا لازم الواحد يتمرحل في علم الخلايا الجذعية، يعني من اللابوراتوري ندخل في اكسبيرمنتال انيمالز اللي هو ده دي حيوانات التجارب، بعدين تدخل في الإنسان. فكنت محظوظة جدا إنه أنا لقيت فرصة للبوست دكتوريت في الجامعة الأردنية في عمان، ومن هنا برضو بحيي أسرة مركز الخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية بقيادة بروفيسور عبدالله العبادي. والحمد لله يعني خلصت البوست دكتوريت وجيت راجع السودان، وفي ظل الظروف اللي كانت في البلد أصريت إنه نحن لازم نبدأ هذه التقنية، وبدينا صراحة من الكلية. وبعد الكلية طبعا مع عشان أنت تعمل مركز مالتي ديسيبلينري أهم حاجة، ويكون متخصص في الخلايا الجذعية لازم يكون اندبندنت. من هنا طلع قرار بإنه نأسس مركز للخلايا الجذعية، ومن هنا برضو بحيي أسرة مركز الخلايا الجذعية، وبحيي بروفيسور عماد فضل المولى اللي هو كان المشرف بتاعي من فترة من الماجستير لحد الدكتوراه، ودعمه ما زال ومستمر، وهسه حاليا المستشار العلمي للمركز. وبدينا الحمد لله، بدينا يعني بدينا إن شاء الله، وما حنقيف ما حنقيف. البلد دايرة يعني صراحة دايرة وقفة في البحث العلمي. يعني أنا بفتكر أنا من الناس اللي عندي قناعة إنه
البحث العلمي المفروض يمشي بارلل مع التعليم، يعني لازم يكون في ده جزء من البنية التحتية، أنا بفتكر كده يعني. فالحمد لله الأمور ماشية، وإدارة الجامعة دعمانا. بحيي من هنا بروفيسور برضو محمد اللمين المدير الجديد، وبحيي بروفيسور كمال هاشم المدير السابق لأنه هو أطلع قرار تأسيس المركز. والحمد لله يعني كل الناس اللي معي في المركز، على أسرة الكلية، على أسرة الجامعة، هم they believe في المركز. بنحاول نعالج في التحديات، نتخلص من المعوقات، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور تمشي للأحسن بإذن الله. دكتورة ممكن تعمل شير السكرين سمحتي؟ أوكي. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. طيب بصراحة الخلايا الجذعية، يعني أنا اخترت التايتل أمل للجميع لأنها هي استرولي أمل للجميع. يعني لو قعدنا نتكلم عن علم الخلايا الجذعية ونتكلم عن الهوب اللي أدته للناس، يعني في ناس كانوا يعني كانوا بيعانوا من بعض الأمراض والخلايا الجذعية كانت هي حلهم. تطور علم الخلايا الجذعية و من المختبر لحد ما وصل المشافي زي ما يعني احنا بنقول، وحقيقة بقى أمل للجميع وما زال مستمرا. يعني أنا بقول علم الخلايا الجذعية لأنه تطبيقاته إلى الآن ما زالت مستمرة، التجارب ما زالت مستمرة. لو رجعنا للأوريجين بتاع الخلايا الجذعية، الاسم نفسه هو من طبعا من البلانت، يعني لأنه الستيم في البلانت هو المسؤول عن الـ يعني الشوتينج او الميريستيمز في الاصل، هي المسؤوله عن الروت ابيكال ميريستيمز، وبالتالي هي المسؤوله عن الستيم، والستيم طبعا هو يعني البيلدينج بتاع البلان. فمن هنا طلع المصطلح بتاع الستيم سيل، لانه لقوها هي خليه هي سبب يعني تكوين الانسان، أو هي أس تكوين الإنسان. فدي حاجة بسيطة كده بس عشان الناس تكون في التراك. الهايبوثيسيس أصلاً تحت الستيم سيل، يعني ليه فجأة العالم ده كده انتبه للستيم سيل؟ ببساطة يعني كان الناس كانت بتعالج الأمراض بطريقة كلاسيكال، وما زالت يعني ممكن إحنا نستعمل أدوية كيميائية، ممكن نستعمل أعشاب، ممكن يكون في طرق جراحية، لكن ابتدت في بعض الأمراض كده تستعصى على الإنسان. يعني الناس بقت بتفكر إنه معظم الأمراض أصلها عبارة عن تلف في الأعضاء، فالتلف في الأعضاء ده الحل شنو؟ فكان ظهرت تقنية حق زراعة الأعضاء، وديك ذاتها واجهتها بعض التحديات. ابتدوا يفكروا يعني من الإنسان، من البويضة تتلقح من الحيوان المنوي لحد ما يحصل building ويحصل جروس للإنسان من طفل لحد ما يبقى أضل كبير، شنو اللي بيساعد على النمو على الجروس؟ يعني في أكيد في حاجة موجودة، وكيف إنه الإنسان يعني هو نفسه يحافظ على الأورغانز حقته دي؟ ما كل الناس بتعية. فدخل الساينتيست ابتدوا يكتشفوا إنه أثناء التكون الجنيني في كل عضو في يعني في جزئية اسمها الستيم سيل نيتشيز، هي موجودة في كل أورغان، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاها موجودة عشان هي تساعد الإنسان يعني من النمو، وحتى حتى المحافظة، حتى الوقاية ضد الأمراض. إنه لو حصل دمج، يعني لو في الكبد حصل دمج، النيتشيز دي موجودة، هي ريدي إنها هي تمشي وتجدد الليفر تاني. في مشكلة في الهارت، وإحنا طبعاً عارفين يعني as a scientist إنه daily في thousands of mutations بتحصل يعني according to lifestyles ولل diseases ولل traumas، ويعني قاعدين إحنا زي ما بنقولوا على رحمة الله. فمن هنا ابتدوا ينتبهوا، فحصل يعني حتى الحاجة دي عملت ثورة كده في علم الأناتومي، إنه ابتدوا يفتشوا في الأورغانز دي وين النيتشز دي بالضبط، ويبتدوا يعزلوها. فمن هنا
ياهو يعني بيبتدوا يعني خلاص يفتشوا على الستيم سيل نيتشز، و خلاص ابتدوا يعرفوا يعني الانفايرومنت اللي عايشه فيها الخلايا الجذعيه، هل هي ذاتها بتتكون من شنو الستيم سيل نيتشز، هي بتتكون من سترومال سيل، هل بتتكون يعني من اكسترا سيلولار ماتريكس بروتين، فيها بلاد فيزلز، فيها نيورال انبوتس. فبيقولوها انها هي عباره عن انفايرومنت خاصه بها، ما بيحصل لها اي حاجه او بتحصل فيها اي مشكله، لانه ربنا خلقها انها تكون قاعده از باك اب للأورجن. ودي ده دايجرام يعني بوضح الانتراكشن اللي بيحصل يعني بين في النيتشز دي، بين النيتشز بين التشو نفسه. بعد شوية يبتدوا يعني يشوفوا الستيم سيل والبروبرتيز بتاعتها. أول حاجة اللي قوه هي undifferentiated stem cell، يعني هي قاعدة كده. بروجينيترز احنا مرات بنقول عليها عندنا في مثلا في أمراض الدم، هي سيلز غير متمايزة قاعدة كده منتظرة signals، منتظرة interactions between the cells عشان هي تتحرك، عشان منتظرة إشارة، منتظرة هرمونز إن هي تتحرك وتقدر تأدي مهامها. فبعد شوية لقوها إنه هي، وطبعا الحاجة دي إخواننا بدأت في المختبر يعني in vitro، دي كلها in vitro experiments، بيبتدوا يشيلوا من الإمبريو ويبتدوا يتابعوا السيلز دي، وبعدين يبتدوا يكتشفوا. ويا هو يعني سبحان الله كل يوم العلم بتطور. فبعد شويه لقوا انه هي غير متمايزه، هي ممكن تتمايز، وممكن تتمايز لاي نوع من انواع الخلايا اللي انت عاوزها. فالحاجه دي ابتدت يعني تلفت انتباههم، يبقى اذا كان هي عندها المقدره انها هي تتمايز لخلايا ثانيه، يبقى لو في دمج somewhere أنا ممكن أشيلها هي as undifferentiated وأحولها to differentiated cells وأخليها بعد كده تتمايز. فهي يعني كانت من الحاجات الماجيكال. The main properties ليها إنه هي أول حاجة بتجدد نفسها، عشان كده سميت بالخلايا الجذعية، يعني لو ما عملت backup لنفسها هي ما هتقدر تتمايز. وطبعا دي الحكمة ودي ده الإعجاز. يعني إحنا يعني نضرب مثال نخاع العظم مثلا، نخاع العظم إحنا عارفينه تشو كونكتيف تشو بسيط موجود في العظام حقتنا، مسؤول إنه هو ينتج كل أنواع خلايا الدم. فتخيلوا إنه لو كل يوم هو بينتج خلايا من الدم وحيكمل يعني بالمنطقة البسيط. فلا لقوا إنه هي فعلا عندها البروبرتي إنه هي فور سيل رينيول، يعني هي لو ما عملت كوبي لنفسها ما بتتمايز. ودي واحده من الحاجات اللي خلتنا احنا دائما في حاله يعني في جروس، في جرو اب، في بيلدينج، لانه في سيلز قاعده بكب وفي سيلز تتمايز وتتكاثر. مش بيمشي مع التكاثر، تكثر من عددها، يعني هي بتحافظ على نفسها، بتتمايز لخليه يعني وظيفية functional اللي هي committed cells. وكمان أحيانا أنت ممكن تطلع من اللاين بتاع، يعني for example إحنا لو ضربنا مثل بالهيماتوبويتيك stem cell اللي هي الخلية الموجودة في نخاع العظم، إحنا اشتغلنا على ده، كان جزء من شغلي بتاع الدكتوراه، إنه هي يعني غير إنها هي منتجة لخلايا الدم، أديناها جروس فاكتورز لخلايا كبد اللي هو هيباتيك جروس فاكتورز، وتحولت الى خلايا كبد. فدي كانت واحده من الاعجازات. يبقى هي باختصار هي حارس يعني قاعده في الاورجنز بتاعتنا في اي حته، بتعمل بكب، بتبني. الحاجه الجميله برضو ان هي بتعرف مكانها، بتعرف قريبها، اللي هو احنا نقول عليها الهومينج. فالهومينج يعني برضو واحدة من الإعجازات. ولو برضو نضرب مثل تاني، طبعا أول تقنية كانت ظهرت اللي هي زراعة نخاع العظم لمرضى سرطان الدم. فإحنا كلنا عارفين إنك أنت لما تشيل من دونر اللي هو مانح، تشيل منه خلايا جذعية وتديها للمريض اللي عنده سرطان الدم، بتبدأ له بالوريد، وهي أصلا مفروض تمشي تقعد في نخاع العظم، فهي بتعرف الهوم بتاعه، يعني هي بتصل
وكل الاكسبيرمنت اللي حصل هي ما ضلت الطريق. يعني في كميه من الترايلز اكدت الحاجه دي، ان هي بتصل للهوم بتاعها وعندها المقدره ان هي تنقسم وعندها بوتنشاليتيز، ودي برضو واحده من الاعجازات. يعني البوتنشاليتيز بتاعتها مختلفه، هي ما بتنقسم يعني بصوره مستمره، لا عندها حد، عندها وقت بتجيب فيه، لانه هي بمجرد ما اتاكدت انه الفانكشنز حقتها تمت وهي المسج المفروض توصلها اتعملت، تاني هي ما بيحصل لها بروليفريشن الا في بعض الحالات احنا بنذكرها ليه قدام. الموست كومون تايبس اللي هو عندنا الامبريونيك ستيم سيل اللي هي معزوله من الجنين، وعندنا الادلت ستيم سيل احنا ديس يعني اكشوالي احنا فوكس عليها، يعني بالذات عندنا في السنتر وفي الاسلاميك كانتريز، لانه الخلايا الجذعيه الجنينيه دي عليها كمية من الكونسيرنز. وصراحة إن الناس بتتساءل، يعني دائما يقولوا ليك ما قالوا الخلايا الجذعية دي بتعمل سرطان، انتوا بتجيبوا الخلايا الجذعية دي من وين؟ واحنا نيجي نتكلم بعدين عن الاسكس في الحتة دي. يعني انا لازم اوري انا بتعامل مع نوع من انواع الخلايا الجذعية، ما اغش الناس، يعني ما اقعد اقول الخلايا الجذعية، لا انت لازم يكون عندك نيم معين، عندك ترمينولوجي معين، لانه كل نيم ده عنده بروبرتيز مختلفه، عنده ادفانتجز وعنده ديس ادفانتجز. صراحه حصل تطور، حصل ريفولوشن في الستيم سيل بيولوجي اللي هو الحاجه اسمها الاي بي اس الانديوز بلوريبوتنشال ستيم سيل. ولو شايفين الصورتين دي سير جون ويماناكا، دي طبعا اخذوا نوبل برايز في الفتره اللي كانت كان حصل فيه ريستريكشن على الامبريونيك ستيم سيل. كل الساينتيست يعني الكلام ده تم تقريبا في 10 سنوات، يعني اتوجهوا على الادلت ستيم سيل. يعني احنا ليه نشتغل على الامبريونيك ستيم سيل؟ احنا ما نشوف الادلت ستيم سيل ونمشي نشوف النيتشز ونشوف الموجوده في الادلت هيومن. ف سير جون ويا مناكا يعني كانت من الديسكفريز حقتهم انهم حولوا ادلت ستيم سيل لامبريونيك لايك ستيم سيل. ديل كمان عملوا بريك ثرو، يعني ليه ما نخلي الخليه الجذعيه البالغه اللي هي احنا سم تايم بنقول انها هي ليميتد، ليه ما نحولها لخليه جذعيه عندها مواصفات الخليه الجنينيه في الانقسام وفي الترميم، وعندها الليميتيشنز حقت الخليه الادلت اللي هي ما حتسبب لنا كانسر، ما حيحصل تيراتوما وات سو ايفر. فده كان البريك ثرو اللي حصل. يعني اسي يعني معظم الريسيرشز لو دخلنا في الستيم سيل فيت حتلقوا انه الناس مركزه على الانديوس بلوري بوتنشال ستيم سيلز اللي هو ده ريبروجرامينج كامل للادلت ستيم سيل بجينز امبريونيك جينز اللي هي المعروفه الاوكس 4 والنانو، انه يحصل لها ترانس ديفرينشيشن وتتحول الى ادلت ستيم سيل، نقول انديوس بلوري بوتنشال ستيم سيل، ماخذه البروبرتيز بين الاثنين. وابتدوا بعد ده خلاص يقبلوا على الديفرنت نيتشز. لو شفنا الفيجر دي بوريني انه الهيومن ستيم سيلز انا ممكن اطلعها من الامبريونيك اللي هو ده اثناء التكون الجنيني، ممكن نطلعها من الفيتال اللي هو ده للابورتس فيتال، وده برضو ده احنا بنتكلم عنه برضو في الاسكس. ممكن نطلعها من انفنتس، والحته دي برضو فيها يعني ديبيت انه الانفنتس هم خلاص ادلت، يعني هم نيو بورنز، لكن ستيل التشو بتاعتهم عندها مخصصات الامبريو، وفي نفس الوقت الايزوليشن بتاعها يعني اون ذا شيلف، ما في منه خوف، ما في منه اي ethical consideration. بعدين برضو الناس مشت على الادلت لانه في دونيشن بروجرام، في اسي ريفولوشن بتاع بايو بانكينج. يعني انا اسي ادلت انا ممكن اتبرع مثلا بالاديبوس تشو بتاعي، امشي اعمل liposuction فور اكزامبل، ومن الاديبوس تشو بتاعي ده انا اطلع ستيم سيل واقول يا اخوانا خدتوا علي في البايو بانك، يعني انا داير احتفظ بالسيلز دي this is my stem cell. وفي نفس الوقت الأم يعني مثلا بعد الولادة عندها دم الحبل السري، وده كان مين لشغل بتاع الدكتوراه، والوارتون جلي اللي هو دل بنقول عليه الامبلايكال كورد ماتريكس ستيم سيل. دي اسي بقت يعني بقت سيرفيس في
في الستام سيل فيلد. يعني لو معنا دكتور حاتم ممكن يأكد الحاجة دي، لأنه هو في 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 شغال في في الإمارات وريليتد بحفظ دم الحبل السري أثناء الولادة، وأسي دي بقت من الديفلوبينج. يعني أنا أتمنى إنه في السودان نبتدي نشتغل حاجة زي دي، يعني إنه الماتيرنال هوسبيتال جنبها الكور بانك. الكور بانك ده أنت ممكن تحفظ تشو، ممكن تحفظ بلد. فتخيلوا إنه أنا كمام، يعني أنا أم، هحفظ كل ما أولد، أنا هحفظ البلد بتاعي، الكور بلود بتاع البيبي بتاعي سوري، للجنريشنز بتاعي لاولادي. يعني لو لا قدر الله حصل اي ديزيز، او فور اكزامبل لوكيميا، باي ذا واي الاف دي اي ابروف ذا الكور بلود ترانسبلانتيشن فور ذا هيماتولوجيكال مالجنسيس. ف ليه الناس ما يكون عندها فار لوك لل ميديسينال ستيم سيل؟ يعني انه الناس بعد شويه تطلع ثينكينج اوت اوف ذا بوكس، انه الناس تحاول تستعمل السيلولار ثيرابي فور ديزيزز. ودخلوا في الادلت ستيم سيل والسوماتيك اللي هو ستيم سيل، وابتدينا من كل اورجان نحاول نعزل نشوف النيتشز وين بالضبط، نطلع منها الستيم سيل ويحصل ال بروبرتيز اللي قلنا عليها، اللي هي سيل جرانيول والبروليفريشن وال differentiation. وده diagram كده images، يعني تورينا some sources. طبعا دي ال umbilical arteries، ده ال vein اللي هو بطلع عليه ال umbilical cord blood. ولو شفنا ال area اللي حوالين ال blood vessels دي اسمها ال wartengeles، اللي هي دي فيها نوع من انواع ال stem cells، اسمه mesenchymal stem cells او mesenchymal stem cells. الناس توجهت انه تاخذ طبعا من البومر، والبومر طبعا من البومر اسبيريشن، من البروسيجرز المعروفه يعني من اكثر من 50 سنه. بيقولوا انه البومر طبعا غني بالهيماتوبويتيك ستيم سيل والميزينكيمال ستيم سيل، وكمان يبتدوا يحاولوا يعني يخففوا الانفيزيفنس تحت الستيم سيل هارفستينج. فبتدي يستعملوا بريفرال بلاد ستيم سيل، وحتى هي دخلت في الدونيشن بروجرام في البانكينج البايو بانكينج. وابتدوا كمان يمشوا مثلا على العين، يعني مثلا دي الكورنيا، حصل كورنيا ريجنريشن، الناس اللي حصل لهم دامج فور اكزامبل لقوا في الليمبال ستيم سيل. فانت لو الليمبال ستيم سيل دي حصل لها دامج في عين، العين الثانيه موجوده فيها، ليه ما نشيلها ونديها للعين المتأذية عشان يحصل ريبيرين تاني؟ فكلها ابتدت تظهر أفكار يعني. ففي النهاية بقت الابليكيشنز حقتها معروفة، لبوا إنها هي حارس في كل حتة، وحتى حوالين البلود فيزل سموها البيروسايت، ولقوا إنها هي سيل بيز ثيرابيز. يعني دي أول فانكشنز ليها، رينيوينج للتشو، ريبليسمنت، ريبيرين، ريستورينج لأي دمج بيحصل. دمج ده كان whatever كان سبب، وشنو حاجة acquired trauma diseases، إنه هي قاعدة available. والnew discoveries في last decade إنه هي immunomodularity، لقوا إنه كمان هي anti-inflammatory. ودي واحدة من الأشياء الواو. ده كان شغلي في الأردن في البوست دكتوريت، كان يدعمنا مع حالات بتاعت خشم الركبة، وكانوا patient عندهم آلام فظيعة وتورم. فكانت أول حاجة إحنا بنحقن عليهم، أول ساينز بتظهر بيختفي الألم ويقل الورم ويزيل الإحمرار. ودي أكدت طبعا يا إخواننا، كل ما يحصل ديسكفري لازم يكون evidence based. فالناس اشتغلت على animals كتير، بعدين تحولت ل clinical trial phase 1 and 2 and 3 وهكذا. فلقوا إن هي immunomodularity، واس ابتدت في كمية من البروجيكت تدخل إنه هي يعني medicinal cell. وحتى في autoimmune disease يعني ابتدوا الناس يميلوا عليها إنه هي ممكن تعمل immunomodularity blocking the antibodies، autoantibodies اللي بتعمل degradation للorgans. والفضل رجع للميديسينال ستيم سيلز اللي هو دي دكتور كابلين. طبعا دكتور كابلين معروف في امريكا انه هو الفازر اوف ستيم سيل. دكتور كابلين هو سمى باي ذا وي الميزينكايمال ستيم سيل، هو اداها الاسم. وبعد شويه من اكتشفوا الاميونوموديولاريتي بروبرتي بتاعتها سموها ميديسينال سيجنالينج سيل.
يعني سي nowadays في معظم ال conferences يعني نحن بنكون يعني على كده يعني إحساس عالي نحن عاوزين نعرف الجديد شنو والحصل شنو. فأسي خلاص يعني أنت لو قلت لها mesenchymal stem cell yes it's mesenchymal stem cell but it's equal medicinal signaling cells. يعني حتى هي يعني واحدة من الحاجات الماجيكال إنه هي حتى أثناء الميونوموديولاريتي هي بتعمل يعني attracting لكل الانفلاماتوري سيجنالز. فهي يعني it's high wow. الهيستوري بتاعها طبعا بدأ من الثمانية وتسعينات يعني لو أو actually قبل كده كانت في كده يعني touches في الاكسبيرمنت. بعد شوية الناس ابتدت فوكس عليها فبدوا زي ما قلت بدوا بالإمبريونيك ستيم سيل يعني they discover الحاصل شنو باي إمبريونيك ستيم سيل. بعد شوية ابتدوا يعملوا يشوفوا في الكاديفرز مثلا في الجوسس إنهم كيف يفتشوا على النيتشز دي. بعد شوية ابتدوا يفتشوا عليها في الانيمالز. بعد شوية طبعا الديسكفري بدت في أمريكا صراحة يعني لأنه كان يعني هم بيفوكس عليها وكانت حاجة governmental. ف for example مثلا لما جاء بريزيدنت بيل كلينتون كان فاتح الفندز للإمبريونيك ستيم سيل. فالحتة دي صراحة عملت لهم مشكلة مع يعني even يعني الاسكس دي احنا كلنا عارفين انها هي موجودة في كل الديانات. فالكاثوليك الأرثوذكس كلهم يبتدوا يتكلموا عن إنه ليه الإمبريونيك ستيم سيل دي الناس شغالة عليها وإنه ده بيحصل يعني أبورشن للفيتس وإنتوا بتجيبوا السورس بتاعها من وين. فجاء بريزيدنت بوش كان متدين ووقف الفيدرال فاندنج للإمبريونيك ستيم سيل. في الوقت ده ابتدوا يركزوا كان سلاح ذو حدين يعني وقف الفند لكن ابتدوا يشوفوا private funds من يعني research foundation committees associations bodies ويبتدوا برضو يعني focus على ال adult stem cell. فده كان في مصلحة ال adult stem cell by the way يعني وقف ال embryonic stem cell عشان يعني سبحان الله ناس discover ال niches اللي أنت كلمت عليها في بداية ال lecture. لما جاء باراك أوباما President باراك أوباما ويعني هو عمل restriction يعني هو رجع الفند لكن عمل restriction في الإمبريونيك ستيم سيلز وكان يعني الحاجة دي يتدخلوا فيها البوبرز بتاعتهم يعني إن هم ما عاوزين الناس تطلع من التراك بتاع الديانة بتاعتهم يعني إنه إحنا عاوزين الساينس يمشي عاوزين فاندز لكن بالله عليكم ما تطلع من الاسكس. ومن هنا ظهرت الجايد لاينز وظهرت كمية من الاسوسيشن والسوسيتيز الريليتد بالاسكس يعني ابتدوا بعد يشوفوا انذر سورسز يعني مثلا كان البريست ميلك ستيم سيلز يعني واحنا عارفين يعني علاقه الام بالطفل يعني والحاجه دي كانت واحده من الديسكفرز برضو اللي عملت بريك ثرو يعني انه البريست ميلك ده وسبحان الله حتى احنا عندنا في الاسلام يعني كان في كميه من الاشارات في القران الكريم عن الرضاعه وعن العامين وعن يعني الفطامه متين تكون وعن انه يعني لو واحده ارضعت مثلا طفل ما حقها خمس رضعات مشبعات. الكلام ده كله ما كان من فراغ بالمناسبه لانه في ستيم سيل موجوده في البريست ميلك للماما والمزر دي يعني دي يعني حتى الاسد الريسنت ريسيرشز انه فيها امبريونيك ستيم سيلز والجينيتك سبرينت بتاعتها وبالتالي هي مسؤوليه مباشره انها هي تساعد في نمو الجنين وفي الجينيتك برينت بتاعته. فدي بالذات يعني واحدة كانت من الحاجات الواو يعني إنه الأم يعني أنا كان قبل فترة كان قدمتها في مؤتمر جمعية النساء والولادة الإماراتية في الإمارات إنه كان برضو زوم كونفرنسز بسبب الكوفيد لوك داون تكلمنا عن إنه الأم دي يعني سورس بتاع ستيم سيل يعني الميلك البريست ميلك والكور بلد والوارت ونجلي بعد ما تطلع البيبي وحتى تبعات او حتى المنستريشن بيريود حتى فيها
فيها ستيم سيل، وده اللي مخليه انه هو محافظ على الرحم بتاعه من اي انفلاماتوري من اي مشاكل. يعني تخيل انك انت كأم يعني او كسنجل فيميل يعني في منستريشن بيريود في بليدنج، احنا عارفين كلنا في الساينس انه لما يكون في بليدنج معناته في انفلاميشن، معناته في سمثينج رونج، معناته في ديزيز. فتخيلوا انه المنستريشن بيريود دي بتكون فور 5 تو 7 دايز كونتينوس بليدنج ويزاوت يعني any type of infection or inflammation. فدي من دي من الاندوميتريوم ستيم سيلز الموجوده وكيف ان هي بتحافظ على اليوترس بتاع المام. حصل جامبينج في التكنولوجي وان فيترو، في ان فيترو تكنولوجي في اللابراتوري ابتدوا يتكلموا عن ال خلاص الباي اورجان. يعني احنا بعد ده مفروض احنا ملقينا السل، طيب احنا ليه ما نعمل منها اورجان؟ يعني احنا ليه نعتمد انه احنا لو حصل دمج انا لازم اشيل اورجان من دونر والكلام ده؟ لا خلاص ابتدي يعمل. يعني فور اكزامبل مثلا ده ارتفيشال سكين، فتخيلوا الماجيكال ابلكيشنز بتاعته انه انا لو قدرت اعمل سكين من امبلايكال كورد، تفتكروا الناس اللي عندهم الحصل لهم بيرنز ناس الحروق ثاني حيكون عندهم مشكله؟ اكيد لا. في تحديات طبعا، يعني الحاجه دي اتس نوت ايزي انه انا اعمل الحاجه وكده، ليه؟ لانه الحاجه دي لسه ماشيه عليها اون جوينج ريسيرش. لكن الموضوع ده ما حيجيف الا انه نحن نصل لمرحله انه السيلولار ثيرابي ده حيكون مانداتوري. فابتدوا يعملوا artificial skin using stem cell، وابتدوا يفتشوا على sources on the shelf، وزي ما قلت لكم الـ umbilical cord ده on the shelf، يعني ما هنا ما حاجة انت احنا بنرميها في السودان نسميها التبيعة. يعني الوحدة بعد ما تولد نقوم نرمي المشيمة والـ umbilical cord، لا بعد لازم يكون عندنا يعني تغيير. ودي ان شاء الله واحدة من اهداف المركز ان شاء الله انه نحن نبتدي نعمل يعني partnership مع بايوبانك عشان نبتدي نشتغل في الحته دي. وزي ما قلت ده في الانفلاماتوري، يعني مثلا دين الناس اللي حصل لهم diabetic food ulcers وحصل لهم amputation ما كان حاصل healing، فكيف يعني لو شايفين الفرق بين الايمجز انه كيف بادي وكيف حصل amputations وكيف حصل inflammation وكيف الستم سيل وقفت الانفلاميشن او الانفلاماتوري كونديشنز الحاصلة. ودي برضو أنظر ترايل، يعني تعملت infusion تاع intraatrially لل stem cell. برضو لو شايفين يعني كان في غانغرين وحصل stem cell injection وابتدي شنو يحصل healing للwounds في المرحلة دي. أنا مفروض يعني أبدأ في المرحلة دي، أنا ما أوصل الريجين للمرحلة تحت الامبيوتيشن. يعني إن شاء الله سون المركز بدأ بالخشونة تحت الركبة، بدينا بال يعني كأول تكنولوجي ترانسفير. برضو دي واحدة من الحاجات الناس لازم تنتبه لها، يعني في حاجات on research وفي حاجات تكنولوجي ترانسفير already approved. ف يعني أنا بفتكر إحنا مفروض يعني ننقذ الناس، يعني لو في أي فرصة إنه يحصل لك healing قبل ما يحصل مثلا امبيوتيشن رجل تتقطع أو الأصبع يتقطع، ليه ما يكون في حاجة زي دي في البيرنز برضو فور إكزامبل. ابتدوا الناس يعملوا يوريثرس، يعني مثلا يعني مجرى بولي، ودي كلها خلاص أسيدي طبعا التكنولوجيا الجديدة. يعني حتى المؤتمرات الريسنتلي ابتدوا يعملوا فيها التكنولوجيا دي، كل العالم يعني فوكس على الشغل بتاع الـ 3D باي برينتينج للأورغانز. يعني بيقى في سكافولد، والسكافولد انت بتدخل فيها الستم سيل بتاعتك وهي بيحصل لها بيلدينج اكوردنج للسكافولد بتاعك ده، والسكافولد ذاته بيز اون الاورجانز اللي انت دايره. ودي برضو واحده من البشريات انا بفتكر في 2020، يعني احنا كان عملنا ام او يو مع ناس تيشو انجينيرنج جروب في بيرجن يونيفرسيتي نير في نورويج بقياده بروف كمال مصطفى. فدي أنا بفتكر يعني لولا الكورونا واللوك داون، يعني الحمد لله يعني هو بلاء وإن شاء الله ربنا يزيله، إحنا كان 2021 دي كنا هنكون يعني في ريفولوشن في السودان، يعني إحنا نبتدي نعمل الأورغانز بال3D باي برينتينج. ودي برضو واحدة من الـ very nice يعني applications اللي هي الـ premature ovarian failure. يعني احنا كلنا عارفين المشاكل تحت الانفيرتيليتي، معظم المشاكل تحت الانفيرتيليتي
الاكواير ريليتد باللايف ستايل، بالايج، بالكانسر فور اكزامبل. عندها هي حاجه مالتي فاكتوريال يعني، ما عدا طبعا الجينيتيك انفيرتيليتي، دي برضو طبعا عليها شغل تاني يعني. النطف دي شويه التعامل معاه صعب، انا ما بقدر اخذ من دونر واحقن في الاوفيريان ولا في التستس عشان نو يعني، برضو على ريستريكشن احنا نتكلم عليها في الاسكس بعدين. لكن دي برضو واحده من الحاجات البروميسنج والهوب يعني. انا لما اقول هوب فور ايفري ون، this is the best example by the way للهوب دي يعني، انه ام ما قادره تولد لانه في مشكله في الاوفرز بتاعتها، لانه فيها دم جا من وين هي ما عارفه، اثناء البلوغ قبل البلوغ حصل لها مشكله. المهم تخيلي انه هي نقوم نشيل الستيم سيل من البون مارو بتاعها كويس واديه في الاوفرز، وبعد شويه يرجع الاوفر يشتغل وترجع المنستريشن بيريودز وترجع الهرمونز وكمان get pregnancy يعني. واحدة من الماجيكال بروميسينج يعني، احنا برضو we hope صراحة، برضو واحدة من البلانز يعني. احنا كنا خدتنا priority تحت السنتر ASCC center النيلين ستيم سيل سنتر، انه الانفيرتيليتي، السبينال كورد انجري، البون ديزيزز يعني. دي كانت برضو من الاشياء احنا صراحة يعني looking for. ده بروفيسور ميشيل ديلوكا برضو واحد من ال يعني الساينتست الرهيبين اللي اخذوا برايسز في الستيم سيل، لانه عمل كورنيا ريجنريشن لو شايفين يعني بيفور اند افتر يعني، تاني ما حيكون في خوف يعني، ولسه دي يعني هم شغالين في الموضوع ده يعني. حتى الان هم افري داي دي ديسكفرت هم المفروض يعمل شنو عشان ما في زول تاني يعمى بسبب حريق، بسبب كيميكلز، بسبب ديسيز. فالناس شغالة يعني. أنا بقول الهوب ليه؟ لأنه أنا بفتكر إن إحنا we are lucky لأنه نحنا developing countries عندنا limited resources. لكن أنا بفتكر إن إحنا لما نجي نبدأ أو actually بدينا ودارين نمشي في الدرب الصح، ما هنعيد أخطاء الغيرنا اللي هو صرفوا فيها قروش وكان وبنوا عليها guidelines في الأسكس وغيره. لا بالعكس يعني، احنا حيكون عندنا تكنولوجي ترانسفير يعني. احنا مفروض بعد ده ننقل الحاجه السيف، الحاجه الايفيدنت بيس بروفن يعني، ما حاجه حيكون فيها لعب ومونكي جامبينج والحاجات اللي بتحصل دي. واسه شوفوا يعني ده البيرنز مثلا فور اكزامبل، ابتدت الستيم سيل تتخطى في سبراير وتترشى وكل شويه يعني، ده بيبي بيفور اند افتر يعني. شايفين هسه في الايمج كيف كان وكيف بقى ولحقناه يعني. انت كده خلاص يعني كل الحاجه انت كنت خايف منها لا حصل ليها بيلدينج من الاول جديد وحصل ريستورينج. ودي واحده من المايكرو تشيب اللي اسي عليها يعني، خلاص العالم كله ركز عليها، وكانت هارفارد ستيم سيل انستيتيوت يعني. انا طبعا هارفارد ستيم سيل انستيتيوت دائما بحب ادخل الويب سايت حقهم، لانهم بيعملوا لي موتيفيشن انه نحن انه في حاجات كويسه هتحصل. وبدخل كل دائما بحب اشوف اهبش كده يعني، اشوف الناس دي وين الحاصل شنو. فدي واحده من التشيبس اللي بعدها حتكون كوميرشال للديابيتيك بيشنت يعني. بعد شو ما حيكون في مشكله بتاع الديابيتس يعني، تخيل انه يكون في مايكرو تشيب زي دي تتزرع تحت الجلد فيها انسولين producing cell. فأعتقد كلكم بتتفقوا معي إنه it's hope it's hope. حتى لو الناس ماشية ما trials يعني زي ما قلت phase 1 2 and 3، لكن still طول ما في أمل زي ده يعني الناس المفروض تكون متمسكة بال science ده صراحة يعني، لأنه هو hoping. دي واحد دي papers، دي papers بتاعتنا from stem cell center في Jordan University، ودي كانت ال trial اللي احنا اشتغلناها، كانت phase 1 and 2 على الاوستيوارثرايتس يعني. انا خليتهم ما شاء الله هم بدوا في جريد 1 اند 2، ونحن جينا في البري تيرمينال 3 اند 4. ويعني هي كانت من الحاجات الماجيكال. من هنا بحيي اسره ستيم سيل سنتر في الاردن، والحمد لله عملنا معاهم اتفاقيه برضه من الحتات اللي عملنا موتيفيتنج خالص يعني، ما توقفوا عن دعمنا في اي لحظه يعني. لينك متواصل.
واحدة من الكيسز يعني احنا حقنا ستيم سيل لو شايفين بري اند بوست يعني ذيس از ماي ذيس از اور ايمجز يعني لو شايفين هنا الديجراديشن الحاصل في الكارتليج واول ما حقناه مزين كامل الستيم سيل حقته فروم البومرو اللي هي احنا كنا فاكرين انه هي قاعده بس للبلط شوفوا كيف حصل ريستورينج وريبيرينج ولو شفتوا كيف الناس ساتسفايد يعني بيجيني بيقول لي انه نحن الحمد لله وما في الم ما عملنا عمليه والحمد لله المركز بدا بدايه كويسه يعني بدينا بتو سيل ثيرابي البي ال واسي لوكينج فور الوارتون جيلي ستيم سيل للخشونه بتاعت الركبه والمفاصل والظهر والكتف وان شاء الله الناس تواصل يعني الامور تمشي للاحسن ف يعني وذكر كان عملنا كولابريشن كويس مع جمعيه العظام في السودان قدمنا كان الشغل دي ولقينا كيف الناس ويلينج ان هي يكون في تيم يعني نبتدي نشتغل الشغل ده وداعميننا ومن هنا برضو بشكر قسم العظام في جامعة النيلين والزملاء دكتور محمد الفاتح محمد حسين سامي دكتور سامي يعني الناس دي كيف هي ابتدت خلاص يعني تعمل سبورت للسيريولر ثيرابي ف يعني الحمد لله يعني أنا بفتكر إنه إحنا ماشيين كويس بغض النظر عن الظروف والتحديات لكن إن شاء الله فدي ده بس إيميج يعني دي الستيم سيل يا إخوان دي هيماتوبويتيك ستيم سيل إن ذا كلتشر يعني الناس الساينتست دايما يكون عندهم يعني كده يعني إنه يشوفوا السيلز دي الستيم سيلز إن كلتشر ودي الميزينكايمال ستيم سيل إن كلتشر أوصو يعني شايفين دي فايبروبلاستيك شيب ودي ماخدة كده زي شكل القطن كده وماخدة البلودي كلر فده في الكلتشر يعني لازم يكون في بلان استراتيجيك بلان ما في زول بيبدأ في ترايل ساي كده لازم يكون عندك بيز لاين انفستيجيشن ما حقعد امسك ال اي ديسيز كده من فراغ لا لازم يكون عندي ديسيز معين قريت عنه كويس لازم يكون عندي بيز لاين انفستيجيشن ابتدي اعمل للبيشنت او للانيمال كويس عشان لما انا اجي احقن الستيم سيل يكون عندي ايفيدنس بيس بيفور اند افتر دي برينسيبلز يا اخوانا دي برينسيبلز في الستيم سيل فبنبدا دائما كده في بيز لاين انفستيجيشنز لابراتوري انفستيجيشنز راديولوجي انفستيجيشنز وات ايفر لازم احدد السورس انا هشتغل بومر وهشتغل امبلايكال كورد ودي كلها انت لازم شو بي اونست يعني هنتكلم في الحته حقت الاسكس دي لانه انا في حاجات كثيره صراحه بشوفها يعني بحزن لانه الناس ابتدت صراحه تتاجر في الموضوع ده لازم اعرف روحي انه انا هعمل ان فيترو كلتشر ولا انا هشيل من السورس طوالي وهحقن دي بالمناسبه دي حاجتين مختلفات توتال في التكنولوجي يعني طيب انا طلعت الستيم سيل بتاعتي لو هحقنها دايركت او هعمل منها اكسبانشن اكتر من عددها عشان الدمج الحاصل اذا كان كبير وكان محتاج لعدد اكبر من الستيم سيل طيب انا قبل ما احقنها تاني هل انا ان ايفيدنس بيز انفستيجيشنز انه هي هيلثي ستيم سيل فانكشنال ستيم سيل ما انا ممكن اشيلها من السورس وابتدي العب بها في اللاب وبعد شويه اديها لزول ولو يا اخي هي تمام شغاله وين الايفيدنس بيز بتاعك وين فدي برضو الناس تاخد على خطين هتحقني كم جرعه وجرعه بعد كل كم حجيب لي حصل لي تكوين لي كانسر ولا لا ايوه اثبت لي ما تحقني ساي اثبت لي انه انت اللي هتحقنه لي ده ما هيعمل لي تيومر انسايد ماي بودي اثبت لي انه اللي هتحقنه لي ده نسبه نجاح وفشل وقدر شنو اثبت لي انك هتحقني كم جرعه وانت هتعمل لي فولو اب كيف مش هتحقني انت فكني زي ما بيحصل يعني فالموضوع it's not easy عشان كده الشغل فيه ما حاجة سهلة يعني أنا لما أحكي للناس إحنا بداية التأسيس حتى يومنا هذا الحاجات اللي أنت بتمر بيك عشان تثبت الحاجة دي لازم الناس تكون فاهمة وعارفة الاندستري بتاعت الاستمسل بيجا اندستري لأنه الموضوع بيجا كوميرشال بيجا فيه investment عشان الناس تكون عارفة يعني في ميديا في انسترومنتس
في انسترومنتس للايدنتيفيكيشن تاع الستيم سيل وفي انسترومنتس للبروليفريشن تاع الستيم سيل والاكسبانشن، في انسترومنتس للايمجينج للموبايلينج بتاعها هي نفسه، ففي انسترومنتس البايو بانكينج مختلفه توتالي، في انيمال برودكتس، في هيومن برودكتس. يعني الاندستري اسي الشركات كلها بقت يعني ما شاء الله بتتنافس في الديفلوب كونتريز. انت بتدخل الشركه بتقول عاوز 1 2 3 4 هي متوفره. ف يعني الناس برضو لازم تكون واعيه. ده بس هيستوري عن السنتر. يعني بدينا في 2009 كان بالدكتوراه بتاعي، مع من هنا بحيي بروفيسور هاله جابر كانت المشرفه الاكسترنال، ودكتور عماد كان المشرف الانترنال. بحييهم الاثنين وبحيي كليه المختبرات. الوقت ده كان العميد دكتور الشاذة الوداع الله يدي العافيه، يعني كان عامل لنا سبورت. اللاب كان صغير لكن احنا كنا يعني موتيفيتد كده، يعني انا جيت ايوه ونازل ونشتغل وكده، وبدينا نعمل ورش كميه. يعني انه نحن كانت واحده من التشالنجز انك انت تحاول تدخل التكنولوجي، وانه في امل انه الناس تبتدي تأسس. ويعني بعد ده عملنا طبعا العلاقات الخارجية، ودائما أنا بوسع على الناس يا جماعة، أي زول عنده انترست في علم معين قوي علاقاتك الخارجية والداخلية وأثبت وجودك، ويعني أثبت مؤسستك. ده بروفيسور كمال هاشم، يعني هو كان أول قرار تم إصداره 156 يعني بإنشاء أول مركز الخلايا الجذعية. وجانا طبعاً المتبرع الشيخ عبدالله الدباخ من قطر، يعني ربنا إن شاء الله يجزي كل خير واشترى لنا كل الأجهزة يا رب في ميزان حسناته، يعني نسأل الله القبول. وكان عندنا رؤية ورسالة وأهداف. من أهم أهدافنا كانت إنك أنت كيف تدخل تكنولوجي زي دي من السودان، كيف إنك أنت تعمل مبدأ فريق العمل. ما في حاجة اسمها one man show. إحنا في كل مرحلة من المراحل المربية كان بيكون في تيم، كل تيم مسؤول عن حاجة معينة. البروجيكت مسؤولية التيم كله، لكن كل زول بتخصصه عنده جزئية، ودي واحدة من الأشياء الجميلة بتخلي إنه دائماً البروجيكت strong. يعني ما حاجة أنا أفكر فيها وكده. الحمد لله يعني احنا كنا حريصين على التدريب، عملنا ورش. دي واحدة برضو من التحديات، انك لازم تعمل ورش، لازم تبتدي تقبل طلاب دراسات عليا. بدأ السنتر بأربعة باحثين، شخص الضعيف بروف عماد، دكتورة غادة، حسن حاج علي، دكتورة لينا. يعني برضو بحييهم وبشكرهم من هنا، نطران بالخير. معانا عدد من المتعاونين يعني الجميلين المميزين خريجين كليتنا، معنا مستشارين غير بروف عماد، دكتور أمير في الجودة، دكتور شبلي في البايوانفورماتيكس والبايو استاتيستيكس. يعني انت دائما بتحاول تحل كل الأشياء، يعني على مستوى البحث العلمي خد لكل زول حاجته. شباب يعني الجميلين الموجودين اللي كانوا حضور في كل الورش، يعني أحمد، طارق، داليا، هويدة، مودة، يعني لو قعدت أتكلم سارة ما حنخلص. يعني ميادة، دي كانت بداية الورش في لابنا المتواضع، ده كان أجمل جروب. يعني هنا معنا دكتور شازلي ومعنا دكتور مصعب، ربنا يطروا بالخير. برضو دكتور مصعب من الناس اللي مشوا يشتغلوا في النيوروساينسز، كمان مشى على الهيبوكامبس ومشى على الستيم سيل ريليتد بالنيوروساينسز. ودكتور نصر الدين هنا رئيس القسم، وشباب ومتعاونين يعني كمية. دي علاقاتنا المصرية، دي المشرفة التحتية بروف هالة، دي شبابنا. يعني كانت حاجة في أمل في بدينا نناقش في in vitro trials، وأسهل حاليا يعني على 2021 في عدد من الطلاب البي اتش دي اللي حيبتدوا يسجلوا إن شاء الله. إحنا أسهل في مرحلة تأهيل البروبوزلز وناخذ الموافقة الأخلاقية. عملنا اتفاقيات بروف عماد، بروف عبد الله، وأخيرا وليس آخرا دكتور خضر السندوسية، يعني من الناس اللي عاملين لنا support from A to Z، يعني من مؤسسين المركز. صراحة يعني مجهود لا يوصف. ديل شباب المركز الخلايا الجذعية يعني ما شاء الله عليهم. جامعة الأزهر بروف سيد بكري، بروف سيد بكري بيبرز هو العمل البريماتور أوفيريان فيلير، يعني هو الحقن البيبي والمزر وطلع البيبي، يعني الأفريكان أكاديمي أوف ساينس فرنسا. يعني بنحاول
منجيف، لان انا بفتكر انه واحده من اسباب النجاح انك تعمل التكنولوجي ترانسفير بروبر. واحده من تحديات الخلايا الجذعيه انك انت تنقل التجارب الناجحه وعمليه الناجحه دي خطين، لان الوضع لا يتحمل صراحه التجاوز. يعني المستقبل طبعا البانكينج، يعني عندنا سناء معنا في السنتر حتشتغل من الدنتال بلب ستيم سيل، كل زول شغال في حاجه، الماسك البريست، الماسك الامبلايك، الماسك هويد، الماسك الوارتون جولي، كل زول ماسك حاجه. اتمنى اني ما اكون نسيتهم. فدي اسيد تكنولوجي اورجان برينتر، يعني انتم متخيلين العالم بريك ثرو وماشي بسرعه فظيعه. ده كله ليه؟ عشان احنا نخلص من الديبيت بتاع الاورجان ترانسبلانتيشن اللي هو الاولوجينيك اورجان ترانسبلانتيشن. احنا حندخل في 3 دي برينتر، اوريدي دخلنا باي ذا واي، وجامعه بيرجن شغاله. من هنا بحيي بروف كمال دكتور طارق، انه الناس شغاله. يعني تخيل انه حيكون في برينتر هتخد فيها الستيم سيل وفيها الاسكافولد اللي انت دايره، ويطلع الاورجان اللي انت دايره. حاجه يعني انت بتتخيل انها هي فيري سيمبل، لكن اخذت سنين من البحث العلمي، سنين من المعاناه. يعني فالانسترومنتس، يعني this is our instruments in the center، يعني ودي واحده من المعوقات والتحديات. الستيم سيل سنتر لازم يكون بروبر، لازم يكون في sophisticated تكنولوجي، لازم يكون فيه the most advanced instrument عشان تشغيله، عشان توظفه، عشان تقدر تحقق اهدافك اللي هو البايو بانكينج فور اكزامبل. يعني انا ما ممكن اشتغل بروجكتس في الستيم سيل وابتدي بعد ده اقوم شنو وين السيلز حقتي اخذتها. لازم يكون عندي بايو بانكينج، لازم الناس تشتغل بارالل. يعني صراحه تحدي. هنيجي نتكلم عن الاس اكس باختصار عشان انا ما اخذ زمنكم يا دكتور انوار ودكتور نادر والناس ما تكون زهجت يعني وملت. الناس لازم تميز، شايفين البيلدينج بتاع الاس اكس وشايفين البيلدينج بتاع الستيم سيل ريسيرش. طيب يا جماعه، انا في حاجات دائما يعني بوصي عليها الناس وبيسالوني الناس منها. يعني ما اي زول يلقى سنتر بتاع ستيم سيل، بالذات بر السودان، يعني احنا في السودان ماشيين على الخطه، ماشيين يعني. بيجوني مرضى بقول لي احنا جانا يعني جانا عرض انه نحن نتعالج بالخلايا الجذعيه للمرض الفلاني مثلا، العقم مثلا، 50,000 دولار، 30,000 دولار، اتس اوكي. هو ما هو اكسبنسيف يس، لكن انت مرات لما يكون ما عندك امل وده املك الوحيد ممكن تدفع اي حاجه. طيب انا في حاجه دار اوصيها للناس، ودائما يعني اعتقد ان انا كاتباها في بوست في البيج تحت السنتر في الفيسبوك. لو لقيت حته حتعرض لك علاج بالخلايا الجذعيه، اول سؤال تساله مصدر الخلايا الجذعيه وين؟ شنو؟ انا هتشيله مني ولا هجيب معي زول؟ ولا انت عندكم بنك هتشيله مني؟ هتشيله مني قدر شنو؟ ومنياته اورجن اندر انستيزيا، جنرال انستيزيا ولا لوكال انستيزيا؟ لانه في ريسك برضه بالانستيزيا. هتشيلوا من هتدوني من البنك، البنك حقكم اها وين الاسيكال ابروفال بتاعه؟ التايب بتاع الستيم سيل في البنك دي شنو؟ هتدوني كم سيلز؟ بالمناسبه الكي اوف سكسس في الستيم سيل الكاونت بتاع الستيم سيل ذات اللي انت بتحقنها. يعني انت ممكن زول يحقنك 20 مليون وما يحصل لك ولا حاجه، يجي زول يحقنك 100 مليون وتشفى. فدي واحده من التحديات. يعني هتحقني كم؟ جرعة واحدة، جرعتين، based on what؟ هتعمل لي follow up كيف؟ أنا عارف كيف إنه أنا مثلا عندي spinal cord injury، أنا عارف كيف إنه أنا همشي ولا ما همشي، أنا عارف كيف إنه أنا هيحصل لي evidence based. في التجميل مثلا، أنا شايفة في كمية من الإعلانات بتتكلم عن العلاج بالخلايا الجذعية، التكنولوجيا البلازما والخلايا الجذعية. يا جماعة ما في كلام زي ده، ما في واحدة تغشكم تقول لكم أنا بعالج بالخلايا الجذعية حاليا. مستحيل خلايا جذعية فيابل، حية، هيلثي، فانكشنال تكون ما قاعدة في انكيوبيتر ولا ما قاعدة في ليكويد نيتروجين.
يس ترو انه مثلا التكنولوجيا بتاعت البلازما يس اتس ترو البلازما معاه البليتليت بيحصل اكتيفيشن للبليتليت باي كولاجين اوكي ده بيعمل اكتيفيشن للسكين ستيم سيل اوكي لكن ما نمشي نحو الكوميرشال تريكس اللي بتحصل انه في كريم فيه خلايا زي ما حد عيش بايولوجيك الى الان ما في ما في ما في ما في خلايا جذعيه في علبه كريم يكتب لك ستيم سيل كريم لما تيجي تقرا تلقاها جروس فاكتورز يس اتس جروس فاكتور احنا نوري الناس انه دي جروس فاكتورز جروس فاكتورز ممكن تكون من البليتليت جروس فاكتورز ممكن تكون من الستيم سيل نفسها في اكزوسومز في سكروتومز اتس اوكي لكن في تريكس بتحصل في مبالغ بتندفع فدي واحده من الاشياء اللي انا دائما بحذر منها كثير ما في زول بيجي بيحقن خلايا جذعيه في بيتك ما في كلام زي ده بيحصل ناس ماتت بحاجة زي دي حصلت باي ذا واي يعني يجي يقول لك انا دي خلايا جذعيه المانيه ما بعرف شنو بحقنها لك في الركبه حتبقى ما في كلام زي اي حاجه لازم علم الخلايا الجذعيه يعتمد 100% على فيابل فانكشنال سيلز احتمال تجي تكنولوجي انه نحن تسيف الخلايا الجذعيه ممكن تعيش فتره اطول يس اتس اوكي لكن لحد ما انت تحقنها وتطلع وتظهر الفانكشنز بتاعتها لازم تكون فيابل سيلز فدي برضو من الاشياء الفيل عشان كده الاسكس ما الكونتامينيشن اللي بيحصل في اللابراتوريز يعني ممكن يحصل كونتامينيشن في اللابراتوريز ما هي ميديا ويا هاسلز برضو دي من الاشياء الناس المفروض تنتبه ليها ما اي كلتشر انا بحقنها لازم يكون عندي ايفيدنس انه الكلتشر حقتي دي ما فيها ولا مايكرو مش اقعد ازرع ودي الناس واقول دي خلايا جذعيه نو واي الروت اوف ديليفري الروت اوف ديليفري برضو عندها عندها دور انه هي يعني انا لو حقنتها في اي في زي ما احقن اي ام ولا احقن انترارتيكولر ولا انترتستيكولر كله لازم يتكتب والحمد لله الكلينيكالترايل.org كويس خدت جايدلاينز الاسكس انت ما بتسجل استدي ما لم هي توافق عليها فانا بس ده كلام يعني للعامه يعني فاتمنى انه الناس يعني تستفيد ما اقدر اطول عليكم الكلام كثير عن الستيم سيلز وفي الكانسر الستيم سيل طبعا موضوع ثاني يعني ده كمان يعني لقوا انه الكارثه تحت الميتاستاسيس وال يعني انه معظم الانواع الكانسر البريست كانسر طلع انه في كانسر ستيم سيل قاعده هي سبب الميتاستاسيس هي سبب الريزيستنس للكيموثيرابي وهي فده برضه يعني دي من الاشياء احنا كان عملنا ايفنت للبريست كان البينك داي البريست كانسر وتكلمنا فيه وعن الموضوع ده وعندنا ongoing project شغالين إن شاء الله يعني حطر النور قريب وعلى العموم يعني أنا متأكدة إنه التيم ويرك based on safety based on ethics based on successful technology transfer حيعالج حاجات كثيرة وحيعالج أمراض كثيرة وأدعو لنا إنه نحنا يعني نمشي في الطريق ده صح ونلقى الدعم الصح يعني وشكرا لكم ولحسن استماعكم شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله شكرا لك دكتورة هبة على المحاضرة القيمة المتسلسلة التسلسل بتاع المحاضرة كان قيم والتعريف بالناس وشكرا لك لانك يعني زي ما بقولوا المثل السوداني اليد الواحده تصفق وايوه وشكرتي يعني كل التيم اللي معاك يعني انك هم عقد فريد يعني الناس كلها عاقده عليه وامال حقيقه يا دكتوره هبه اول سؤال انا طبعا حقيقه ما يعني حصل لي الشرف انه ازور المركز بتاعكم بتاع الستيم سيل لكن بحكم لا لازم تزورنا لا ان شاء الله احنا يحصل لنا الشرف يا دكتور نادر الله يبارك فيك يا اخي الله يخليك لكن طبعا انا بحكم انه اشتغلت بار
ودكتور ياسين برضو بارت، اشتغلنا يعني انا اشتغلت بارت من الشغل بتاع الانيت اميونيتي في الشغل بتاع السيل كلتشر لاين، مين اللي كنا بنشتغل في التي اتش بي 1، وهو طبعا ده كان لاين بالنسبه لنا نحن كمايكروبيولوجي يعني شويه جديد علينا، يعني مع انه نحن بناخده في البارتي كثيوريتيكال في الفيرولوجي ميلي. فاشتغلنا ميلي يعني سيل كلتشر للانيت اميونيتي سبيشالي تي اتش بي 1، واشتغلنا الاتش ام دي ام كنا منعزله. فالتساؤل الكبير يعني الستيم سيل طبعا شويه الوضع بتاعها بيختلف، فهناك يعني اللابات والكابينت، يعني انا داير اضرب لك مثال عشان تديني النموذج اللي عندك والاستابيليتي والانفراستراكشر الموجوده عندكم هناك. فهناك عندنا مثلا بالنسبه للسيل كلتشر طبعا عندنا اللي هي البليتس اللي هو بتكون ريك وبتتعامل بسبيشالي كاين، بيكون عندنا كميه كبيره جدا من البلين ميديا، وعندنا ميديات سبيشال زي الدي ام ام، ايضا عندنا مرات احيانا نحتاج فيتان بوفاين سيرم وغير من الـ من الـ من الـ من السوائل دي الثلاجه باك اب. يعني احنا مثلا اللاب يا دكتوره هبه على سبيل المثال، يعني من احنا عندنا اللاب بتاع الانفكشن للمايكرو اورجانيزم كنا بنستخدم يعني انفكشن لخلايا السيل كلتشر عشان نشوف مدى المايكروفيج بتعمل انجلف للمجموعه الميكروبات من المايكوباكتيريوم تيبركلوزيس. طب السيل كلتشر لاب عندنا كان بيكون دائما اللاب وضعه يعني نحن طبعا بدايه نتكلم عن الجزئيه بتاعت الكواليتي كنترول لانه مهمه جدا، بيكون عندنا دائما اول ما الانسان يدخل عندنا نيجاتيف بريشر اول حاجه. اللاب السيستم بتاعه كله ايوه اللاب كله يعني موصل باجهزه انه بحيث انه ما يكون في اير دروب، كله نيجاتيف بريشر. اول ما نجي الكوت اللي احنا مرتدينه تماما ما بنلبسه، يعني بنجي بنلبس كوت ثاني بيكون يعني استرايل وما حاجه بتمشي بها البيت او اللاب او كده. بيكون نظام يونيفورم قريب لتقريبا الشكل والصوره اللي انت عرضتيها، بيكون احنا بنلبسه زي المريله بتاعت الاطفال تماما، وبتكون فيها كوتنج يعني قابضه في اليد بحيث انه ما تعمل كونتامينيشن. المدخل بتاع الباب بيكون طوالي في مجموعه بتاع الديسنفكتن بنخش بها جوا. الباب ذاته دائما الاوتليتس بتاعته بحيث انه يفتح لبر ما يفتح لجوا عشان ما برضه يدخل البارت بتاعت النور. ثاني عندنا اللي هي السيفتي كابينت، يعني السيفتي كابينت دي سبيشال لو الكابينت يعني عندها ماكسمايز معين، اذا انت ما خطيتها في الرينج بتاعتها طوالي تديك سيجنال انه ممكن تكون في مصدر بتاع الكونتامينيشن. بنعقم البنش تماما، بعدك بنجيب الكلشر بتاعتنا بنعمل بساجين. انا حقيقه دار سؤالي في الحته زي دي مدى وفرت الانفراستراكشر للبريزرفيشن للسامبل، لانه انا اعلم جيدا انه اي خلايا بتحتاج مثلا هناك في ثلاجات ماينس 80 كميه كبيره جدا، يعني غرفه كامله كانت عندنا في جامعه تنفيذي كميه كبيره من الثلاجات بيكون فيها ستورج لكميه من الميكروبات. الامر الثاني اللي هي عندنا عمليه الليكويد نيتروجين، يعني عندنا سلندرز كبيره جدا بتحوي كميه من كبيره من الليكويد نيتروجين، خاصه انت شغاله في بارت بتاع ستيم سيل. فبسيطا كجانب بتاع براكتيكالي وريني الاشياء الريكويرمنت لعمليه البريزرفيشن والفولو اب. حتى عندنا في موسم معين، يعني مثلا لما نيجي فتره الربيع هناك بعد الشتاء وي ستوب اول كلتشر، يعني اي زول شغال في لاين بتاع سيل كلتشر سواء كان انفكتد او اذر بنوقف، لانه دائما في الفتره دي دائما بيحصل عمليه بتاعت كونتامينيشن لكميه كبيره جدا من الميكروبات اكورد للريكويرد ريكومنديشن اللي بتتم هناك في اللاب. فتساؤلي الوضع بتاع اللاب طبعا دي من العوائق اللي تحت اكيد حتكون بتواجهها هنا في السودان، فتكلمي لي عن الجزئيه دي بصوره شويه بتاعت الريكويرمنت والعوائق اللي بتواجهها في الاريا دي. صراحه احنا طبعا السنتر ذاته هو في يعني مثلا في الطابق الثاني، اوكي اول حاجه عملناها اول حاجه يعني كانت بالنسبه لنا برينسيبلز، فصلنا الاوفيس اريا من اللابوراتوري اريا.
اللابراتوري ارياز كلها كانت يعني حتى الكوريدورز، الكوريدورز اتعملت انها هي ذاتها يكون فيها النيجاتيف بريشر، ودي كانت بمستشار الجوده يعني. غير احنا سوى ار لوكينج انه في حته جهاز هسه قد عرض علينا نحن نجيبه، هو حيوفر نيجاتيف بريشر اكثر كمان. وفي جهاز ثاني بيشتغل بالنظام بتاع الايفابوريشن سيستم، بيكون فيه هيدروجين بيروكسيد، ده بيعمل نوع من الايفابوريشن سيستم في اللاب. فدي اسي واحده من دي من الستاندرز حنعملها. لكن الى ان نعمل دي عملنا كوريدورز، عزلنا احنا عندنا 5 لابراتوريز، اللابراتوريز تحت الموليكولر بيولوجي لوحدها، وعندنا 2 لابراتوريز، واحد حق الكلتشر سي سي ال ده معزول تماما بكوريدور بالومنيوم مقفل تماما، يعني مستحيل مستحيل يحصل كونتامينيشن، لانه اللابوراتوري ارياز عندها باب، والكلتشر الكلتشر لاب والايدنتيفيكيشن لاب بالفي والفلو سيتوميتر والاوتوماكس والريال تايم بي سي ار عندهم باب. حندخل من باب لباب بنيجاتيف بريشر كوريدور حتى حندخل للتو لابس. طيب اول حاجه نحن عاملنا، يعني انا برضو من هنا بحيي دكتور امير لانه هو حريص على حته الدي كونتامينيشن دي بصوره يعني صراحه مبالغه. واحنا ده برضو بطبيعه الشغل، يعني انت زي ما قلت يا دكتور نادر، الواحد بيكون قاعد على اعصابه انه ما يحصل كونتامينيشن للكلتشر بتاعته، لانه لو حصل كونتامينيشن خلاص شغلك ده كله انتهى. طيب دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه طبعا السيفتي كابينت حقتنا كلاس 2 A2 فيها يو في لام، يعني مستحيل انت تبدا بروتوكول من غير ما تعمل استريلايزيشن باليو في لام غير الكحول طبعا. يعني في طريقه بتاعت يعني في سيل كلتشر لاب انت بتعمل دي كونتامينيشن لكل السيرفيسز اللي هتشتغل فيها. اليو في لام بنشغلها between protocol and protocol، يعني ما في زول بيكون شغال في cells، لأنه كمان في مشكلة أنت هتكون متفق معي فيها، مرات الكونتامينيشن ما بكون من اللاب، بيكون من العين اللي أنت جبتها، صح؟ يعني إحنا مثلاً عينات الحبل السري والكور بلد أثناء، رغم إنه الولادة بتكون في السياتر and so and so، ممكن يكون في hair follicles بتجي مع العين، الأمنيوتيك فلويد، يعني هنا بحيي بنتنا داليا تعيبة تعب شديد كانت في البداية، أي عينة فيها hair إحنا بنرميها، أي عينة فيها. فيعني أول حاجة العينة ذاتها عشان نجيبها ندخلها جوا اللاب لازم يكون تكون في phosphate buffer saline ده لو umbilical cord معاه penicillin streptomycin، دي لازم، يعني هي من ما تجيبها لحد ما تصل وتخطها طبعا في الـ في الـ في الكونيكال تيوبس والفالكون تيوبس مع بارافيلم، يعني في احنا عندنا اس او بيز لاي خطوه ستارتنج من السامبلنج لحد ما يدخل اللاب بإدارة الجوده بتشيك ليست. دخلت اللاب قبل ما تبدا البروتوكول بتاعها هي بتكون حضرت حاجاتها كلها اللي هي محتاجه لها، حطيتها تحت اليو في لاب تحت السيفتي كابينت عشان ما يكون في اي ريسك، غير اليو في لامب الاصل موجوده في اللاب، يعني في الوول تحت اللاب. النظافه طبعا الايبوكسي باي ذا واي، يعني احنا دي واحده من الحاجات برضه كنا حريصين عليها. طبعا انت السودان مترب مغبر، يعني زي ما انت هسه قلت في الربيع هناك في السويد ما كنت بتقدروا يعني بتوقفوا الكلتشر، احنا مثلا في الخريف بنكون قاعدين على اعصابنا نتفاجأ فجأة إنه المطر والرطوبة والهواء والغبار، يعني بريجر أنت بتتخيل كيف. طبعاً الانكوبيترز حقتنا CO2O2 هي ذاتها في نظام فيها بتاع نظام decontamination، بتعمل decontamination لنفسها. الكيوسي في الانكوبيتر عندها كيو سي معروفه، المويه بتتغير كله كم، يعني انا مثلا واحده من الحاجات طبعا انت لازم تظبط الانفايرمنت بتاعتك حسب البلد انت فيه، يعني دي انا صراحه قناعه وصلت لها تماما، انا مستحيل اتعامل مع اللاب حقي زي ما كنت بتعامل في الاردن، زي ما كنت بتعامل في فرنسا، زي ما كنت بتعامل في مصر، نو واي، لانه هناك جو مختلف عن جونا. فقمنا عملنا جبنا اصلا الانكوبيترز بسيستم بتاع ديس انفكشن ديكونتامينيشن سيستم، بتعمل
سيلف ديكونتامينيشن لنفسها. المويه بتتغير كويس. جاتنا فكره مثلا فور اكزامبل انه نحن نعمل ديفرنت بليتس بلاد اجار شوكليت اجار نوزعها راندمي في اللاب في اي حته في اي حته انا هكبشها، هل حيكون في جروس ولا ما حيكون في جروس؟ فغير ده كله غير الستاف كله بيلبس سكرابس، ما عندنا زول بيجي داخل بهدوم وبدخل اللاب، ما في طريقه. عندنا دريسنج روم الستاف عنده سكرابس بيلبسها، عنده كروكس بيلبسها. الكروكس حقت الاوفيسز اريا مختلفه توتال عن الكروكس بتاعت اللابوراتوري اريا. ان شاء الله تجيني يا دكتور نادر وتشوف كل الحاجات دي بعينك. يعني غير الكروكس غير السكرابس والكروكس، الكلتشر اريا عندها سبيسيفيكلي كروكس مختلفه حتى عن الام بي 1 والام بي 2 لابوراتوري اريا. يعني دي برضو واحده من الحاجات. الجاونز احنا طبعا نلبس فول جاونز، ما بنلبس اللاب كوت زي ما انت قلت زي مريله البيبي. ماسك اوفر هير اوفر شوز. جانا مثلا ضيف لازم يعني يمر على الحاجات دي. بنتعامل مع الايدنتيفيكيشن لاب نفس التعامل مع الكلتشر لاب، لانهم هم الفلو والريال تايم بي سي ار والاوتوماكس. عندنا ماجنتيك سورتر، عندنا فلو سيتوميتر فاك سورتنج، عندنا ريال تايم بي سي ار حاطينهم في الايدنتيفيكيشن لاب بنفس الريستريكشن. دي اريا ما اي زول بيدخلها، ما لازم الزول يدخل بكل لاب عنده سوبرفايزر. عندي دكتور مهند سوبرفايزر معه طارق ريسيرشر الايدنتيفيكيشن لاب، عندي احمد السي ال لاب، عندي موده ام بي 1، عندي هويده ام بي 2، كل زول مسؤول. ندى كانت الروتين ان سو اون. عندنا كولد روم، الكولد روم دي احنا خدتينها للبايو بانكينج للليكويد نيتروجين تانكس. عندنا 50 لترز ليكويد نيتروجين تانكس، بس احنا في مرحله نشتري 10 لترز و20 لترز للبروجكتس الصغيره. عندنا ماينس 80، عندنا ايس ميكر ماشين. طبعا عارف انك انت بتكون شغال في انفايرمنت هوت، انا اصريت على الايس ميكر ماشين. ليه؟ لانه الفتره اللي بيحصل فيها بروسيسنج تريبسونيزيشن للسيلز الباساجينج لازم الكونيكال تيوبز السيلز سسبنشن دي تكون موجوده في ايس بيكر يعني من الايس. الحركه بين التو لابس لازم تكون بترولي، ما في زول بيهبش، ما في كلام. يعني احنا صراحه لما يكون عندنا ووركشوب بنشتغل في ام بي 1 وام بي 2، ولما تيجي الحته حقت السيل كلشر لازم يكون ماخذين كل الباي سيفتي ليفل ويكون ديمونستريشن، لانه بنكون خايفين من الحته بتاعت الكونتامينيشن. فده كده باختصار، طبعا لحد يشوف العين، لكن احنا ستريسفول ما بكذب عليك ستريسفول. اللاب كله مشرف عارف لابه المفروض 200 يتعقم، عارف لابه 200 اعمل تشيك. ما في زول بيدخل لاب لو هو ما داخل شنو وداير شنو وعنده شنو. حتى لو انا دايركتور اوف ذا سنتر انا بيمنعوني، انا دكتور امير لما اجي داخله ما لابسه الكروكس بيمنعني تماما انه انا ادخل. فحتى العمال النظافه يعني ما لو قعدت حكيت لك يعني ما بقول احنا وصلنا طبعا ال 100% perfection بتاعت برا، لكن على الاقل اكوردنج انفايرمنت حقتنا بنحاول نصل للليفل ما بيعمل المشاكل. الحمد لله شبابي ديل يعني عزلوا استمصل من الاديبوس تشو استمصل، وحتى كان قدموا بيبرز جميلة في مؤتمر المدرسة العليا في الجامعة. البريس ميلك طلعنا منه استمصل، ولاحظ البريس ميلك ده أصلا بيجينا كونتامينيتد على بال ما يحصل السكين من المام ويصل وكده، ده كان ما بقي فيرمنتد. طلعنا هيلسي استمصل من البريست ميلك، طلعني هيلث ستيم سيل من الامنيوتيك ممبرين امنيوتيك فلويد من البومر ومن امبلايكال كورد من امبلايكال تيشو. الحمد لله باساج 1 باساج 2 باساج 3 ما في كونتامينيشن. بنسلين استبتومايسين، وعندنا سم هايبوثيسيس طبعا عارفين الريسيرش ده بيزم هايبوثيسيس انه نحاول نشوف انتي مايكروبيال هيربس انستيد اوف البنسلين استبتومايسين كواحده من البرودكتس حقتنا احنا ان السودان. دي ان شاء الله حنشتغل عليها سون. فالمهم يعني احنا بنحاول ان شاء الله، وانا ما يهمني انه ما في برودكت اطلع كونتامينيتد. ده كل دي الحاجه المهمه، و يعني ربنا يعيننا ان شاء الله ان شاء الله يعني. شكرا لك على التصور العام اللي طرحتيه.
السؤال الثاني اللي هو بالنسبة لل اللي هي الريكويرمنت تحت الميديات اللي بتستخدموها Yes. والديوريشن او البريود في البساجي. يعني احنا هناك كان مثلا في بعض الخلايا ممكن تعملي بقى 3 اكسبيرمنت، يعني البساين بتاعها مدته 3 اسابيع ان فينيش. في خلايا ثانيه ممكن تستمر معاك لونج تايم، يعني فمدى الستيم سيلز انه ممكن يستخدم، خاصه يعني لاب بتاع ريسيرش وخاشي في شغل بتاع يعني مستقبليا زي ما ذكرتي انه امال امل للجميع. فكيفيه الحفاظ والمده بتاعت البريود للبساجينج بتاع الستيم سيل والسبلمنتري بتاع الريكويرمنت من الميديات؟ دي صراحة واحدة من التحديات. يعني إحنا مثلا أتذكر أول ما بدينا وجبنا الأجهزة جبنا ستوك بتاع ميديات، طبعا كل نوع من أنواع الستيم سيل عنده سبيسيفيك ميديا. يعني مثلا الميزنكامل ستيم سيل، بومر ميزنكامل ستيم سيل، إحنا كنا بنشتغل بيلو جلوكوز ألفا إم إي إم ألفا موديفايد إيجل ميديا. دلبك موديفايد ايجل ميديوم برضه بنشتغل بيها لو جلاكوز. لما نيجي اشتغل مثلا الاسكين ولا غير بكون مثلا دايره هاي جلاكوز. يعني في دلبك موديفايد ايجل ميديوم اف 12 مثلا. يعني انت ذاتك لما تكون داير تبدا بروتوكول، كل بروتوكول وكل طار من الستيم سيلز عنده ميديوم. اميزين كامل ستيم سيل فور اكزامبل هي بلاستيك اتيرنت، أنا هنا بشتغل على فلاسك. الهيماتوبويتيك ستيم سيل هي سسبندد ميديا، بكون مزرعاه في الكونيكال تيوب. التحدي الحقيقي بالنسبة للسنتر أو أي ساينتست يعني بيشتغل إنه لازم يجيب الميديا دي من برا، و which is it's not cheap, it's very expensive, very expensive. يعني دي واحدة من الأشياء، عشان كده إحنا أسي يعني بنظبط مثلا في البروبوزل عشان ندخل في مرحلة to get fund. صراحة التعليم العالي على مرتين أدانا funds، أدانا مرة للبنية التحتية ومرة أدانا لبروجكت معانا كان هو actually supervisor عليه دكتورة غادة حسن حاجة علي ومعاها بروف عماد كنوزي، كان هم زي جروب يعني معهم دكتور عمر عندنا في النيلين، وأنا كنت كان علي جزئية تحت الاستيم سيل، فهم they get fund. لكن it's not enough. يعني انت بتكون عاوز الميديا برا مبلغ وقدره. الماركرز السي دي ماركرز يعني في الفلو، ما انا عاوز اعمل ايدنتيفيكيشن للستيم سيل بتاعتي مبلغ وقدره. كل الكونسيومبلز ريليتد اتس نوت تشيب لانها اتس ديسبوزابل، يعني كونسيومبلز وان يوز اونلي، ودي من تحديات الستيم سيل. فبنعاني ما بكذب عليك، لكن في النهاية يعني لازم نجرب، لازم نحاول، لازم نلقى فند، لازم نعمل جوين بروجيكتس. يعني ما في حل. الستوك انت لازم تشتري ستوك، ما يعني معظم الميديز والفيتال بوفاين سيرم احنا سي يعني عندي مثلا طالبتي جميلة دي كانت اول ماستر ديجري بعد ما ناجي السودان في الستيم سيل، انا بحيي جميله من هنا، اشتغلت البليتليت لايسيد اللي يستضاف في الفيتال بوفاين سيرم. فهسه احنا بقى عندنا بيز ايفيدنس بيز، والعالم اصلا اوريدي اشتغل في الحاجه دي بديفرنت كونسنتريشن. مثلا انا ما بحتاج انه انا اشتغل بفيتال بوفاين سيرم فور اكزامبل، يعني ودي واحده من الحاجات اللي احنا عاوزين يعني ننقلها للريسيرش لاب في السودان، الناس بيشتغلوا كلتشر بالذات. يعني البنسلين سيبتومايسين زي ما قلت لك عندنا برضه سم هايبوثيسيس عاوزين نستغنى عنهم، لكن نضمن انه ما في كونتامينيشن. ففي في في تحدي، في تحدي في غير كده يعني الشركات هي طبعا بقت اندستري، فكل شركه بتعرض حاجاتها. الحاجه الجميله انه انت مرات ما بتحتاج انه تفتش وتتعب. يعني مثلا احنا جهازنا بتاع الفلو سايتوميتر والاوتوماكس حق مالتي نيبايوتيك، فمالتي نيبايوتيك بيجهز بيديك مثلا ابوبتوتيك كيتس. يعني عندنا مثلا ساره شغاله في بتعمل ايدنتيفيكيشن للكانسر ستيم سيل، وعندنا موده بتعمل ميزينكامل ستيم سيل وارتنجلي از انتي كانسر فور اكزامبل، يعني عشان تقيس تشوف الابوبتوزيس ليفل اللي حصل. في كيتس موجوده لكن الكيتس دي مبلغ وقدره.
يعني هي تحدي. ما أنا طبعا بديت كلامي يعني هو ما دري بساهل، إحنا بديناه وإن شاء الله يجي غيرنا كمان يتم ويزيد. الشغلة دي كلها محتاجة دعم، محتاجة to be honest يعني الدولة لازم تاخد فيها وقفة، يعني البحث العلمي داير وقفة، التعليم العالي صراحة عامل support يعني ما دعانا وعاوزين نقدم للcenter of excellence، يعني في motivation. لكن الستم سيل فيها مرحلتين، في مرحلة إنك أنت تعمل technology transfer، يعني مثلا أنا I can't believe إنه في السودان لحد أسي ما في ولا bone marrow transplant center، رغم إنه نحن عندنا اللوكيميا يعني the most common type of cancer in Sudan. يعني I don't know why إلى الآن. ده المفروض يكون governmental project. يعني دي 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 يعني دي خدمة لمريض السرطان. دي technology transfer. العالم يتجاوز فيها التجارب. معروفة الدونر يكون منو، البيشن يحصل له شنو، الدوزز هي قدر شنو، الفولو أب كيف، وهكذا. يعني نحن وينيد صراحة الشغلة دي الانستيتيوشن برا ما بتقدر عليها، محتاجة فوندز، محتاجة يعني دعم، محتاجين نساعد الطلبة بتاعنا، يعني الطلبة ما كلهم بيقدروا انهم يشتروا الأشياء دي. فأنيوي متفائلين رغم ذلك متفائلين إن شاء الله، وما قاعدين نجيب صراحة، يعني بنجابد بنتكلم هون يعني الحمد لله. طب طرقتي حاجة أساسا يعني في الخاطر اللي هي قلتي الفولوسايتوميتر أو الفولوسايتوميتر أبريتس، هل يعني المعروف إنه الفولوسايتوميتر بيستخدم فيه مجموعة من الصوفت بروجرام للأناليسيس؟ يعني حتى هناك عندنا الناس اللي كانوا شغالين في البارت ده بيحتاج عشان يقروا الريسيرش بالنسبة للجيتس للخلايا المختلفة، بيكون في بوكينج وفي صوفت وفي لايسنس ويعني هاي كوست، فمدى الجهاز المستخدم هل هو اوردينري عادي ولا محتاج سبيشالي كايند من السوفت عشان ما تعملوا بقى اناليسيس للماركر المختلفه؟ كانوا بيتعاملوا مع بعض الشركات زي الانفيترو جين وغيرها اللي هي المتخصصه في شغل الماركر. تفضل. واحدة برضه من التحديات كان بالنسبه لنا تم تاسيس المركز، هي صراحه كانت تحدي وكانت بشرى، يعني تم تاسيس المركز مع بدايه الثوره الحمد لله ثورتنا المجيدة، وكان أنذاك طبعاً المقاطعة الأمريكية يعني. فواحدة من التحديات إن إحنا كنا ما بنقدر نشتري فلو سايتوميتر أمريكي، لأنه فيه طبعاً الجي بي إس، فبيحصل لك يعني أنت أونلاين ترابل شوتينج، ما بتقدر أصلاً تعمل كونكت مع الشركة، وما بتقدر تشتري الكيتس والريجنت والماركر دي يعني دايركت من يو اس اي للسودان. فقمنا لجأنا، يعني كانت واحده من الحلول ان احنا نشتري فلو سايتوميتر. طبعا الفلو سايتوميتر اشتريناه مالتي نيبايتك الماني، الوقت ده احنا عندنا مشكله مع الالمان، عندهم سيستم بتاع ترابل شوتينج، عندهم الجي بي اس اكيد، السوفت وير حقهم سهل جدا، ما في مشكله، و open system. دي برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا، انك انت لما تجي تشتري، يا جماعة لما تجي تعمل مركز حق ابحاث no way انك انت تشتري closed system، بالذات في developing ING دي عملوا على خطين developing countries. اشترينا اي جهاز عندنا كان open system، لان عشان انا اقدر اتحصل على الكيتس والريأجن بتحتيه من اي شركة موجودة في السودان. ونحن أسي لوكينج مع يعني دكتور خدير، وبعد عندنا مثلا شركة دي ما دعاية طبعا، لكن أنا لازم أذكر الناس اللي كانوا حوالينا، يعني الانفراد خالد السحار وعمرو دكتور خدير، يعني الناس اللي بيحاولوا بأي طريقة نحن أي حاجة محتاجين لها كانوا بجيبوها لنا، ومحتاجين شركات تانية. واحدة من التشالنجز يا دكتور نادر وانت بتتفق معي فيها 100% أكيد، إنه نحن الشركات عندنا في السودان
يعني ما بيعملوا presentations للحاجات، يعني نحن بنضطر نفتش الجهة اللي هي ممكن أو أنا أعلن أو كذا، فدي برضو واحدة من التحديات. يعني إحنا مثلاً برا الشركة دي every week بتجي شركة جديدة بتعرض حاجاتها منافسة، أنا سعادة بنصحهم لأنهم هم يعني أخواني وأصدقائي، بقول لهم يا جماعة حاولوا اضغطوا لنا عن الحتة بتاعة السب ايجنت دي، يعني ليه السودان، وانا انا دي من الحاجات البسطانية جدا انه احنا يعني اترفعنا من قائمه الارهاب وانه ديوننا حتتحلى، يعني عايشين على امل انه حكومتنا الجديده تخلصنا من الحاصل ده. كل الشركات المفروض تعمل دايركت كونتاكت مع المذر كمباني الام، ليه انا امشي عن طريق الشرق الاوسط والف صراحه دي واحده من التحديات اللي احنا واجهتنا في المركز، في التريننج، في ترابل شوتينج، في الانستوليشن، يعني انت بالنهايه لازم تكون ثرو 1 اند 1، فانت براك عارف يعني. فانا بفتكر انه احنا دورنا كمراكز بحوث ان احنا ذات نساعد ال 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 الشركات انها تبتدي يعني تجيب لنا الحاجات اللي احنا الموصف السكيتد، يعني ما كل الحاجات الروتينيه دي يعني. ف يعني مهم برضو حقول لك الجملة الأخيرة، عايشين على أمل يعني إنه الأمور دي تمشي الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله وبإذن الله نعبر المرحلة ونمشي لقدام. آخر سؤال عشان أطرح الفرصة للناس الآخرين للسؤال، اللي هي الـ 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 الجانب البحوث الجارية الآن في المركز، وهل في جانب تطبيقي من ناحية بتاعت سيرابي بيجا مباشر في متناول المريض؟ بدينا صراحة عندنا نوعين من السيلولر ثيرابي، عندنا البي ال، البي ال طبعا بلاتليت برودكتس، هي يعني تكنولوجي ادفانس رازر دان البلازما، يعني في البلازما الناس بتشيل البلازما مع البلاتليتس وبتعمل اكتيفيشن للبلاتليتس بالكولاجين الاكسبوز باي الديزيز او الانجري الحاصل في التشو، يعني اول حصل يعني الاكسبوزر حصل بسبب التشو. احنا لاسيد دي واحدة من التكنولوجي اللي اشتغلنا عليها، وكان عندي هو طالبتي جميلة، وطبعاً برضو من الأشياء العالم تجاوزها يعني اللي هو البلاتليت لايسيت، وبدينا أسي للكيسز الماينر يعني في جريد 1 and 2، وأسي عندنا ongoing project إن شاء الله يعني اللي هو الوارتون جولي ستيم سيل إن شاء الله حنبدأ فيه للخشونة تحت الركبة الميزينكامل ستيم سيل ميكشر مع البي ال. عندنا الكانسر ستيم سيل ده عندنا سيم سبيسيفيكلي لوحده يعني هنشتغل عليه، وال الستيم سيل از انتي كانسر والايدنتيفيكيشن اوف كانسر ستيم سيل، ودي واحده من الصراحه من الحاجات اللي احنا لوكينج فور انه نقدمها از دايجنوزس للبريست كانسر ديزيز. وكان عملنا ايفنت انه انت من الاول البيشنت ده لو عملت له ايدنتيفيكيشن للكانسر ستيم سيل في التشو بتاعه، وعندنا جهاز الاوتوماكس دي بيشتغل بيعمل سورتنج للكانسر ستيم سيل، واتاكدت انه مثلا السيل دي بوزيتيف فور سي دي 44 سي دي 133 للكانسر ستيم سيل، انت قطعت يعني شوط 50% من العلاج، لانه اذا هي موجوده الاكسبريشن حقها هاي المانجمنت للبيشنت توتالي ديفرنت من البيشنت اللي ما عنده كانسر ستيم سيل. البيشنت اللي اكسبريس الكانسر ستيم سيل انت يعني البروجنوزيس حقه ديفرنت من البيشنت اللي ما عنده كانسر ستيم سيل. الميتاسيسيس فور اكزامبل يعني مثلا من البريست يمشي للسباين يمشي وين، انت حتقدر تعمل جود مانجمنت. فهي عندها دور كبير كبير في الدايجنوزيس وفي الـ في الـ في التريتمنت وفي البروتوكول والريزيستنس حتى الريزيستنس للتريتمنت. عندنا ال ال breast cancer stem cell، عندنا ال spinal cord injury سجلنا حالات، واحنا بصدد تكوين التيم ودعينا يعني دعينا ناس كثيرة. يعني انا دائما بقول المركز مفتوح لاي طبيب واي باحث، ما قاعده ارجع الناس ما لم الا القى الكرايتيريا. طبعا احنا نتفق على الحته دي، يعني الشغل بتاع السيل كلتشر ده داير صبر، داير موتيفيشن، داير كريتيكال ثينكينج، داير انيشيشن، يعني ما 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 يعني صراحه هو فيلد ما كل الناس عندها في انترست. لكن انا دائما بقول يعني كل ما احنا نعمل بروجكت بيكون عندنا تيم
التيم ده بكون مكون مالتي ديسيبلينري تيم، حتى السنتر كل الاستاف مالتي ديسيبلينري. انا مختبرات امراض دم، بروف عماد ميديسين، مواد باي تكنولوجي، يعني سناء دنتست، عبد الرحمن علي فارماكولوجي. يعني احنا دل يعني دل ساينس المفروض يكون كده، دل بروجكت المفروض تكون كده. فعندنا برضو الانفيترو اسيسمنت للستيم سيلز اللي هي بديفرنت هيربس، يعني عاوزين نبتدي نشتغلها في يعني نشوفها بتاثر على الستيم سيل ولا لا. عندنا الانفيرتيليتي ميل فيميلز، ابتدينا اسي خلاص بصدد تكوين البروبوزل وعاوزين ناخذ الابروفال من clinicaltrial.org. عندنا البيرنز والفود ألسرز هنبتدي فيها ان شاء الله، هنبتدي بالبي ال ان اوريدي ما في اي اسيكال كونسيدريشن، بعدين هنشوف الستيم سيل نسجل. والافكار لسه في يعني بنشوف دائما يعني ديزيز فيها هوب مور ذان 50% باي ذا ستيم سيل. وانا بكون متاكده انه انا عندي ايفيدنس بيز، يعني انا ذاتي ما ببدا في بروجكت ما لم احس انه الدول المتقدمه قطعت فيه شوط يعني. وعندنا برضو التيشو انجينيرنج باي برينتينج، يعني احنا عشمانين كثير في بروف كمال في تيشو انجينيرنج جروب في بيرجن، طبعا هو اخذ الجائزه السنه حقت يعني واحسن يعني ادوه فند وادوه جائزة انه اكتر يعني جروب مميز. برضو مفروض كان نبدأ معاهم شغل زي ده، لكن طبعا اللوك داون بتاع الكورونا فالبروجيكتس فيها والهايبوثيسيس فيه. عندنا برضو يعني حنتعامل مع الستيم سيل از ستيم سيل ثيرابي ميديسينال، وحنتعامل مع الاكزوسومز بتاعت السكريشنز اللي هي بتطلعها، برضو عندنا شباب حيشتغلوا فيها. عندنا الايدنتيفيكيشن بتاع الكانسر ستيم سيل في اللوكيميز فور اكزامبل والميوتيشن ريزيستنسي. فهي كلها بدايات. واحده من التحديات الكبيره الاون اند اوف اللي بيحصل اكوردنج للبانديميك سيتويشن اكوردنج لوضع البلاد، يعني احنا مما بدات الثوره لحد يومنا هذا اون اند اوف، لكن رغم الاون اند اوف احنا بقينا بنواجه الحاجه دي بانه احنا حاضرين بغض النظر ان حضورنا ده يعني ممكن مرات احنا بنكون قاعدين. يعني انا بحيي شبابي في المركز كلهم، والله انا ما بقدر الكلام اعجز عن الكلام، لكن هم حضور في اي لحظه في البانديميك سيتويشن ما في زول بخلي شغلته رغم الظروف رغم الضغط الحاصل، لكن الحمد لله. زي ما قال الشاعر: لولا امان النفس وهي حياتها لما طار لي فوق البسيطة الطائرة. فحقيقة إن شاء الله يوم يعني يوم بكرة يكون دائما أفضل وأحسن، وعشان ما نأخذ زي ما قال أخذنا كل الوقت يعني في الأسئلة العامة اللي بتطرق لأي زول، نتيح فرصة نشوف دكتور ياسين لأنه برضو شغال في البارت بتاع الإيمونولوجي. لو عنده كويتشن وأي إنسان في الجروب يعني عشان الزمن زي ما قال والوقت عنده سؤال ارفع هاند ريز اب. بعدين شايف ما شاء الله في جروب كله خليل، معناته في التيم من الريليتيف كتار خاشين. فنترك الفرصة للناس. اتمنى انه المداخلات تكون ذات فايدة وتكمل الصورة اللي ممكن ان احنا نكون ما ذكرناه او فتحنا الباب. طب السلام عليكم. عندنا تفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور هبه، شكرا جزيلا. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الواحد زي ما بقوله يعني يعجز الحقيقه عن التعبير عن يعني انبهاره زي ما بقوله ما شاء الله بالشغل الجميل اللي انتم قايمين به، يعني بالذات في السودان وفي الوضع اللي كان فيه وما زال فيه. يعني ف الله تبارك الحمد لله. شكرا لك. شكرا. الله يبارك. انا بس عندي والله سؤال صغير يعني زي ما بقول واحد، هو عن الفندنج. يعني طبعا يعني على حسب الباك جراوند بتاعتي هنا مثلا الفندنج اغلبه جوفرمنتال، طبعا بيجي من الحكومه عن طريق هنا مثلا في اليو كي ار اي، مثلا في المانيا في الدي اف جي، ديل هم اللي بيمولوا هنا. طبعا في السودان انت قلت التعليم العالي، انا برضه اتوقع انه ما بدي يعني زي ما بيقولوا جرانتس
كبير تسير الشغل بالصوره المأموله يعني. فالسؤال، هل انتم حاولتوا مثلا تو اتراكت فاندنج من الخارج؟ انا طبعا ما عندي صراحه يعني فكره عن الايجنسيز او الاورجنايزيشنز اللي ممكن تمول على مستوى افريقيا مثلا، على مستوى يعني هل في اورجنايزيشنز ممكن انتم تسالوا يعني تحاولوا تقدموا لها بروبوزلز فور فاندنج؟ وهل حاولتوا انتم تعملوا الحكايه دي؟ حاولنا يعني، قدمنا مثلا، كان عندنا بروجكت للكوفيد 19 مثلا، كان مثلا تيواز كان قدمنا فيه، لكن انت طبعا المنافسه يعني دائما في الفاندز دي المنافسه عاليه جدا، فكل ما كان البروجكت سوفيستيكيتد والتكنولوجي يعني واو، كل ما هم مشوا على الجروب دي. فقدمنا يعني، قدمنا في جهات كثيره، لكن صراحه أنا ما كان في ريسبونس. واحده من الحاجات اللي انا يعني الكوفيد 19 يعني، الناس كانت كلها فوكس الفتره اللي فاتت دي عن الكوفيد 19، فاسي نحن يعني بفتكر ان احنا مخرجنا من الحته دي ان احنا نعمل جوين بروجكت، يعني انت تكون عندك مثلا الفاسيلتيز في اللابراتوري، وتشوف مثلا ريسيرش سنتر يقوم مثلا يبعث الكيتس. انا يعني بفتكر انه دي اكثر حاجه اسي انت كل الجهات دي بتكون دايره تتحمل المسؤوليه 100%. فاسي دي يعني دي الحاجه يعني، او واحده من الاستراتيجيك بلان اللي خدتنا ل 2021 انه نحن نحاول يكون في جوينت بروجكت، يعني على الاقل سوبرفيجن اكسترنال وانترنال زي ما حصل لي انا. يعني انت طبعا عارف يا دكتور ياسين، كل الديفلوب كنتريز دايره تتعامل مع جهه هي متاكده انها هي هتستغل الفند ده احسن استغلال. فلقينا انه الحاجه المهمه جدا انه نحاول كده اول خطوه نعمل جوين بروجكتس بسوبرفيجن ساندويتش كورس، يجونا مثلا يعملوا لنا ورك شوب، يدربونا، يجي يشوفوا بعينه. الخطوة اللي بعديها، انت لما يكون معاك مثلا واحد من الساينتست اللي هم ترستد انهم ياخذوا فند فور فيوتشر، ثاني بدوكا. فالمهم زي ما عارف يعني، الاون اند اوف الحاصل ديورينج البانديميك سيتويشن هو اللي بيخلي الناس هسه بقت يعني اي حاجه بقت طبعا اونلاين، وهم عارفين انه الناس ما قاعد تطلع، ويقول لك انه انتم كيف مثلا يعني، واحده مثلا من الكويتشنز اللي كانت بتجيني كثير انه انتم كيف في البانديميك سيتويشن انتم حتكونوا جوا اللابراتوري مثلا، وهل الاريا اللي انتم فيها مثلا مصاب بالكوفيد 19؟ فاحنا بنبتدي شنو نقعد نجاوب انه نحن وزين البانديميك سيتويشن احنا ستيل شغالين. يقوم يسالك ويقول لك الفيروس ده ما يبي يكون في اللاب بتاعك، يعني انت طبعا عارف الديتيلز دي. فمنتظرين ذاته يعني السيتويشن الحاصل ده غايته مع الفاكسين، بين تو براكتس كده من غير ما نتكلم عن الديتيلز، انه يحصل شويه كده يعني كام داون للموضوع ده عشان نبتدي ذاته تو ستارت. يعني حتى احنا كان عندنا اتفاقيات ان احنا نسافر حتى لناس ويدونا مثلا كيتس، او يجوا معانا، او نشتغل مثلا معاهم اسبوعين ثلاثه، او نقعد، كله وقف. فواحده برضو من الاشياء اللي انت عشان تو جيت فند من البرايفت سيكتور، دي كمان دي قصه ثانيه في السودان. يعني انا الحاجه اللي عارفاها يعني، احنا سافرنا وشفنا بعيننا البرايفت سيكتور برا عنده دور في البحث العلمي. في السودان ما في كلام زي ده، انت بتمشي بتشيل البروبوزر، وانا ما داير اذكر جهات ولا اسماء، لكن انا كنت يعني انا لما بديت الستيم سيل سنتر ده انا شايل البروبوزل حقي، لكن طبعا ما بقدر الوم لانه كان ده في النظام البائد. بمشي بالبروبوزل حته حته، يا اخواننا ده ستيم سيل سنتر ادعمونا، جيبوا لنا. في النهايه انا دعمي من برا السودان، يعني كان يو بليف شركات الادويه، مصانع الادويه، الشركات الغذائيه كلها في العالم عندها بيرسنت للبحث العلمي من غير ما انت تمشي، بيجوك انت محتاج شنو انت كده. فانا اتمنى انه الناس تو سينك اوت اوف ذا بوكس، يعني انا بخاطب من يهمه الامر ومن يليه الامر والفي يد القلم زي ما انا دايما بقول. يعني البحث العلمي داير وقفه، وافتكر انه احنا المفروض نطلع من المرحله بتاعت يعني احنا وي نيد فروم بنش تو بيد بعد ده. يعني البحث العلمي ده اصلا لو ما
لو ما ساهم في الدياجنوزيس والتريتمنت والبروجنوزيس ما في فايدة. اللي احنا بنعمل فيه بنضيع في مواردنا يعني. فدي واحدة من التحديات. وبرضو زي ما هختم بأن احنا عايشين على أمل إنه يحصل تغيير في إدارة إدارة النظر للبحث العلمي. رغم إنه أنا ما بنكر الوزارة وإنها هي دائما بتحاول تجتمع بالمراكز وكذا، لكن الموضوع لسه داير وقفة، ما كفاية فعلا. شكرا جزيلا، فعلا حاجة pretty much unfortunate يعني، إنه فعلا الوضع بتاع of course يعني البانديميك ده هو عمل disruption لأي حاجة. حتى هنا يعني يعني في كمية برضو من الفاندينج اورجانيزيشنز ما عارفة تعمل شنو، ما عارفة هل هي تواصل، ما عارفة. في كمية من البروجيكتس طبعا اتقطعت في النص، نحن في اللوك داون الأول، في كمية من الناس طبعا ما قدروا يشتغلوا. فلكن زي ما انت قلت الناس تعيش على الأمل وتحاول يعني. شكرا جدا وبالتوفيق بإذن الله. شكرا دكتور ياسين، شكرا. تفضل دكتور نادر. أتيح الفرصة للإخوة الرافعين يدينهم، في زي ثلاثة انفار. في الأخ عبد القادر من فلسطين، وهو طالب بي اتش دي معي، نتيح له الفرصة. سهلا. الأخ عبد القادر ممكن تعمل أميوت لنفسك وتبدأ تكلم. شكله الاتصال بتاعه قاطع، فممكن نشوف دكتور وسيم. تفضل. دكتور وسيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سامعيني كويس؟ سامعيني، تفضل. بريفلي كده، أنا دكتور وسيم محمد علي، بي اتش دي هولدر من University of Leipzig من ألمانيا. اشتغلت شغل في الستيم سيل، هيموبويتيك ستيم سيل سيجنالينج. وجيت قريب السودان يعني، لي 3 شهور جيت بواقع مصدوم جدا جدا الوضع في السودان يعني. هتكلم في 3 نقاط، وعندي أسئلة بسيطة للدكتور هبة. هتكلم عن researches in hematopoietic stem cell أو in stem cell in general. هتكلم عن diagnostics for cancers، وهتكلم عن therapeutics، وهتكلم عن joint projects and funding اللي هي عملت لها يعني roughly investigations قبل شوية. بالنسبة للresearch، طبعا الستم سيل باب كبير جدا جدا، وما بينفع انه زول يشتغل الستم سيل الا بيكون بجوين بروجكتس او كولابوريشن بين ديفرنت انستيتوتس. الحاجه وضحت لي تماما انه ما في كولابوريشن بين يونيفرسيتي ان السودان يعني. جامعه النيل شغاله براها، جامعه الخرطوم شغاله براها، جامعه ما اعرف شنو شغاله براها، ودي حاجه مشكله كبيره يعني. فكل البروجكتس البره بتاعت الستم سيل تحديدا بتكون في يعني كولابوريشنز بين ديفرنت انستيتوتس. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه للشغل التكنيكال كده، الكلتشرين بتاع الستم سيل ما لازم انه الناس تشتغل بالحاجات الكومبانيز يعني، ما لازم تشتري كل الحاجات من برا يعني. في حاجات ممكن الزول يصنعها يعني، مثلا السيل كلتشر الستم سيل انت ممكن تشتغل بالميديا تصنعها براك يعني، تعمل لها مانيفاكتشري في اللاب بتاعك يعني. الامينو اسيدز تعمل لها بيبتين واحد ورا الثاني، الفيتامينز الموجوده يعني. ممكن الناس تشتغل من الرو ماتيريالز تطلع، لانه البوتلز الوحده بتاعه السيل كلتشر ما رخيصه يعني، ممكن تكون في حدود 100 يورو او 100 دولار ان سو. ففي حاجات ممكن الزول يشتغلها بتعمل ريديوسينج للرننج كوست في اللاب. الثيرابيتكس دي طبعا مشكله يعني، كيف احنا في السودان في 2021 ما عندنا ستيم سيل ترانسبلانتيشن او بون مارو ترانسبلانتيشن؟ ما محتاجه شطاره شديده، محتاجه ولا امكانيات كبيره، محتاجه 3 rooms
بكونديشنز معينه باسترايزيشن معينه وتيم مدرب وبس. يعني البومرز ترانسبلانتيشن ده ما يعني ما شغله يعني. اي نعم في حاجات في ستيبس بيفور الستيم سيل ترانسبلانتيشن، وعلى حسب علمي في الهالاتايب الموجود في السودان في اجهزه موجوده هسه، لكن المشكله التيم، لانه التيم لازم يكون متكامل بتاع الستيم سيل ترانسبلانتيشن، من النيرسرين الفيزيشن البروتري ساينتست ان سو اون. فما مفروض يكون ما يعني ما ممكن زول داري يعمل له ستيم سيل ترانسبلانتيشن. في ناس كتار يعني إليجابل إنهم يعملوا الستيم سيل ترانسبلانتيشن، للأسف إنهم بياخدوا كيموثيرابي وبيموتوا، بالذات الشباب اللي عندهم لوكيميك مالجنسيز أو other type of malignancies hematological malignancies. فده محتاج له كونفرنس الصراحة أو ميتين. والمشكلة الكونفرنس ساعتنا في السودان بتطلع بتوصيات كلها، والتوصيات ما بيحصل لها ولا بيحصل لها فولو اب، دي واحدة من المشاكل. النقطة الأخيرة اللي هي بتاعت الفوندينج، أنا باعتباري جاي من ألمانيا في جيرمان ستيم سيل نتورك، هي يعني زي الجيرمان اسوسيتي اوف ستيم سيل اند ستيم سيل ترانسبلانتيشن، هم فيري اوبن انهم يعملوا فوندينج زي ما انت قلتي يا دكتوره والدكاتره الزملاء. مع الكوفيد 19 المشكله بتاعت الفوندينج شويه كده حاصل لها يعني فريزنج، لكن اذا في بروبوزل ممتاز بيعمل كفرين للبيزك ساينس وترانزيشنال ساينس وثيرابيتكس، ما افتكر حيكون في مشكله للفوندينج من تحديدا من جيرماني، بالذات في الستيم سيل يعني، لانه في جيرماني ستيم سيل نتورك دي بتعمل فوندينج للبروجكت وفي الديفلوبمنت كنتري. افتكر انا اخذت زمن طويل، لكن شكرا لكم كثير لل المحاضرة. أنا ما حضرتها من البداية لكن متابع الشغل بتاعكم في جامعة النيلين. شكرا لك كثير وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله. شكرا دكتور وسيم. أنا والله صراحة يعني أنا بتبسط لما ألقى في ناس أخذت السب سبيشاليتي تحت الستم سيل وهم موجودين معنا في السودان. يعني أنا ذاتي بلوم بتصوت لهم ليك إنك أنت جاي قاعد لك 3 شهور ما جيتنا. يعني أنا هسه بقدم لك دعوة، أتمنى إنك تجي تزورنا، نستفيد من خبراتك، الناس تقدر تعمل حاجة على الأقل نكسر الفريزنج الحاصل ضي يعني. فشكرا لمداخلاتك، كلامك صحيح 100%. وأنا دار أضيف حاجة، يعني أنا دعيت في كم لجنة لتكوين بومر ترانسفلانت سنتر، وبمشي وبتكلم عن الموضوع وبقدم البروبوزلز وتاني ما في زول بيضرب لي ولا بيسألني من غير ذكر أسماء المستشفيات. فالبلد دي أنا زي ما قلت لكم يعني نحن لو ما يعني التفكير حقنا بيقى out of the box وبيقى بالتيم ويرك طلعنا من الحلقة والدائرة بتاعت هل حيعمل السنتر منو هل حيقولوا السنتر عمله منو السنتر حق منو، ما حنمشي خطوة لقدام. فالمحاولات حصلت ووقفت مع الأسف الشديد. صح، دي المشكلة كلها. إن شاء الله بصلكم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، مرحب بك تشرفنا. ضروري يعني تلبي الدعوة بتاعت دكتورة هبة دي يا دكتور وسيم، واحتمال زي ما قال تبقى بارت بتاع كولابريشن فتح كبير جدا للمركز يعني. إن شاء الله إن شاء الله. في إبراهيم آدم. تفضل دكتور إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم دكتور حبيبة، ما أظن تلاقينا قبل كده. كيفك يا ما شاء الله، دي شرف عظيم إنه أول مرة نسمع عليك ونشوف أخباركم وأخبار المركز كده. الله يخليك. ما شاء الله شغلكم مقدر شديد يعني، رغم انه الشغل الستيم سيل ده من اكثر الامور تعقيد في الريسيرش.
انا بتاع مختبرات، انا درست ميديكال لاب ساينس وعملت بي اتش دي في ايمينولي اللي هو في اورجن ترانسبلانتيشن سبيسيفيكلي. ما شاء الله حاليا شغال بولز دوك. ف ان دي الفكره يعني يعني بشغل البوم مور ترانسبلانتيشن ده اصلا من زمان، وده السبب اللي اصلا خلاني يعني فور اكزامبل امشي اشتغل في ترانسبلانتيشن ايمينولي. مع ذلك اعرف انه يعني شغل الستيم سيل ده معقد شديد وبيحتاج لي فندنج يعني بصوره مبالغه. يعني انا يعني يعني مثلا الشيء اللي كنت بشتغله اثناء الماستر في السودان في يوم واحد، في السنه كلها بيجي بشتغل هنا في اللاب في يوم واحد. ف ان دي سؤال وان دي كومنت. بالنسبه للستيم سيل ترانسبلانت انت ذكرت بتفكر انه ان شاء الله تعمل تريتمنت وكده، فهل السورس بتاع الستيم سيلز دي بتكون من نفس البيشن، بتدوها لنفس البيشن يعني بيطلوا من البيشن بعد ذاك بتعملوا ريكونديشننج في المعمل وبعد ذاك تقوموا تدوها ليها، ولا بتشيلوا من دونر ثاني وبالتاكيد بتكون في ام اس سي مس ماتش؟ فما اعرف يعني الفكره شنو يعني من نفس البيشن ولا بتشيلوا من دونر ثاني، وفي الحاله دي لازم تعمل ام اس سي مس ماتش والا ازوايز بتكون يعني السيلز بتحصل لها دامج مشكله. صحيح صحيح. احنا صراحه ما بدينا بالالوجينيك ترانسبلانتيشن، حتى الشغل يعني اشتغلنا كان في الاردن وهو جينا عملنا التكنولوجي ترانسفير انه كان اوتولوجس سيلولر ثيرابي. احنا يعني الاوتولوجس سيلولر ثيرابي طبعا اصلا ما بكون فيه مشكله بتاعت immune rejection. يعني انت لما تشيل ميزينكامل الستيم سيل من البومر بتاع البيشنت وتمشي توديها تعمل لها اكسبانشن مثلا في الكلتشر ان فيترو اكسبانشن، وتيجي تعمل لها مثلا يعني احنا دائما كنا هناك بنتخلص من باساج زيرو لانه هيتروجينيوس، نقوم نعمل باساج 1 فريزنج، لما نيجي نحقن نقوم نشغل في باساج 2. ف حته البومر ترانسبلانتيشن للوكيميك بيشنت صراحه ما دخلنا فيها، لانه السيت اب حقها يعني هي ما حاجه صعبه، هي بس حاجه دايره جود مانجمنت، دي كل القصه. فصراحه ما دخلنا فيها يعني الى الان احنا ما دخلنا في البومر ترانسبلانتيشن خالص، لانه يعني انا بتذكر كان بروف عبد الله العباد الله يطرب الخير السوبرفايزر حقي في الاردن جا كان قدم لنا محاضره عن البومر ترانسبلانتيشن، كانت محاولات يعني. فاذكر سأل سؤال سالته يعني اذكر كانت ما درس كل اسماء، لكن يعني دكتوره في مستشفى العلاج السرطان يعني سرطان الدم بالتحديد، فقلت له انا عشان اعمل سكسسفول بومر ترانسبلانت سنتر يعني انا محتاجه لشنو؟ قال لها نيرسينج، سمبل وورد نيرسينج، دي اهم ناس في الجزئيه بتاعت البومر ترانسبلانت. كلنا عارفين عشان أنا أعمل بومر ترانسبلانت لازم يكون عندي أريا معزولة، لازم يكون عندي كابسول، لازم البيشنت هياخد هيحصل له يعني فول بومر وابليشن، هياخد كونسنتريتد دوز بتاع الكيموثيرابي، هيكون معرض للإنفكشن. فال يعني الموضوع ده بس داير مانجمنت ما داير أكتر، لكن صراحة to be honest ما اشتغلنا في البومر ترانسبلانت. وي لوكينج فور يعني جونا ناس يعني احنا جون يعني انا ما درست كل اسماء، لكن بيجوا بيشوفوا السنتر بيقولوا اوكي وعندكم الفاسيلتيز وفي الانفراستراكشر، واحنا وي كان تعملوا مثلا بري انفستيجيشن بوست انفستيجيشن وتاني بيختفوا. فانا باخد ده كله تحت الوضع، مثلا انا هقول انه السودان من 2017 لحد يومنا هذا ما مستقر لأسباب كثيرة، وجات الكورونا زادت الطينة بلة. فالمهم إحنا منتظرين الاستقرار إن شاء الله عشان الناس تبتدي تفكر as a teamwork. لكن أنا صراحة أي شغلة أحس إنه ما فيها teamwork وإنه فيها one man show قاعد نسحب منها to be honest يعني، لأن يعني متأكد إنها خسرانة. أوكي تمام إن شاء الله بوعدك. يعني أنا في الفترة الحالية بحاول في fellowship اسمه HLA and حس كومبيتابيليتي يعني من الجينيتكس، اللي هو ممكن بعد ذاك بتقدر تشتغل في كل الدياجنوزز ريليتد للاورجن ترانسبلانتيشن اند بون مور ترانسبلانتيشن. ان شاء الله اول ما القى كانس اعمل التريننج ذاك بجي بشتغل معك ان شاء الله. يا سلام، او الاقي مرحبا بك. ما
مرحبا بك. أيوة إحنا محتاجين صراحة، يعني الناس تجينا وتدعمنا وتقيف، يعني أنا مرات بقول الدعم ده ما إلا مادي، أنا محتاجة ناس، يعني أنت بتكون عندك ناس بتدرب، مرات بتكون عاوز منترشيب صح؟ يعني أنتوا كلكم شفتوا برا السودان كيف المنترشيب بروجرام بيكون، زول يحتويك يقول لك حنعمل كذا، تعالوا أحسن لكم تعملوا كذا برين ستورمينج. فشكرا لك دكتور إبراهيم، شكرا جدا، أتمنى لك التوفيق، ودي دعوة إن شاء الله أول ما تصل السودان مركزك مرحب بك. نشيل آخر واحد ونختم لأنه هي بتعبنا الليلة شديد، الليلة الجمعة يا جماعة ما تنسوا. هاي ما عشان كده قلت لك. في عافية دكتور نادر، مرحب بكم كلكم، الله يبارك فيك، والله ما أجدت وأفضت يعني. فعبد القادر، عبد القادر أعمل ميوت. عبد القادر شكله عنده مشكلة في الكونكشن. هو 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 من فلسطين حقيقة، عشان كذا ممكن تكون فيه مشكلة. شكرا للجميع، وإشراقات وهايلايت أخيرة يا دكتور هبة، أو نصيحة عامة لأسرة المختبرات، نصائح تقوي البارت بتاع الريسيرش في مختلف الديسيبلين المختلف، حتى نسمو بالمختبرات ونشوف زي ما بقولوا بلغة الحبوبات شاية وراية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أول حاجة يعني بشكركم تاني وتالت، مبسوطة إنه أنا يعني قدمت الحاجة اللي أتمنى إنه يعني الناس تكون استفادت. بشكر جروب الباحثين السودانيين، يعني المبادرين دائما، دكتور أنور بشكرك، دكتور نادر جدا على اهتمامك، ودكتور ياسين وكل الأسرة. المختبرات دائرة وقفة، دائرة تيم ويرك، ما في زول بيشتغل براو بيمشي لقدام، يعني أنا دي أكتر حاجة تعلمتها برا. ما دائرة سلبية، ما تمسكوا لي العصاية من النص، دائرة الناس، يعني الناس تمشي بنفس الانرجي، لو يعني 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 تيم ويرك دائر مسؤولية، لو كل زول قدر على مسؤوليته وأدى مهامه، المسؤولية تبدأ من الريسيرش لحد الببليكيشن. كلنا يعني شفنا الناس برا كيف الزمن محسوب بالثانية، ما تيأسوا. السنتر ده بدأ بإحساس حزين مني، يعني بدأ بإنه أنا زعلانة على الميوكيميك بيشنت اللي بيموتوا، ودخلت في سب سبيشاليتي. تجاوزوا الأمور اللي بتشتت تفكيرك، أنا منو المسمى منو، it doesn't يعني 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 هي ما حاجة بتوقفك من طريقك. looking for sub specialties تزيد من البحث العلمي، تحسن البحث العلمي. محتاجين إحنا يعني حتى يعني مواردنا المشتركة ننمى، يعني أنا بذكر أيام الكوفيد 19 إحنا كنا بندعو الجامعات إنه يا إخواننا أي زول عنده، لو عندك بفر جيبوا لزول ما عنده بفر، خلونا نقعد نشتغل مع بعض. لكن إن شاء الله إن شاء الله الميديكال لابوراتوريز دي ما هجين جميل، ميوتيشن جميلة بين الطب وبين الساينس، عندنا الباكراوند الكويسة، عندنا السكيلز الكويسة، عندنا اللابوراتوري، بنقدر نعمل حاجات كثيرة، أنا متأكدة يعني إحنا سدينا ثغرة بتاعت الريسيرش في السودان. الببليكيشنز هي اللي بتحددها يعني وإن شاء الله إن شاء الله نمشي للأحسن، يعني نطور روحنا. ما في مفاضلة بين الساينس والمال، ما في مفاضلة، ما في زول يقول أنا حعمل قروش عشان أبقى ساينتست. الساينس ساينس، يعني أنت حتتعب وحتشقى وحتتغرب، الناس اللي أسي في الغربة ديلة كويس، لكن حتجي بكارير وحتجي بوضع أحسن. فأي فرصة إنك أنت تلقاها، أي فرصة إنك تلقاها إنك تتعلم حاجة كويسة، طوالي يعني أخدها،
ما تيأس، ما تيأس، وأنا متأكدة، أنا متأكدة إحنا هنمشي للأحسن، متأكدة إن شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتورة هبة على يعني أخذناك من مستقطع من يوم الجمعة وعاملينه يوم أسري معروف وكذا، لكن أفتكر حسكي يعني الفائدة بتاعت اللقاءات دي نحن مخصوص خدناها. شكرا، فقدنا دكتور نادر. الشبكة ولا كده لحد ما أرجع دكتور نادر. بس في نقطة أنا داير أركز عليها يعني اللي هي في الختام، يعني إنه المنبر ده ذاته عمله دكتور نادر، يعني القصد منه الأساسي إنه يكون في يعني تزيد الكولابوريشن بين المختبرات. أيوة صحيح ربنا يجزي كل خير إن شاء الله، يعني إن شاء الله. فهسه زي ما قال دكتور وسيم إنه كل الناس شغالين، يعني أي واحد قاعد يشتغل صحيح، ودي مشكلة كبيرة يعني. فواحد من الحاجات اللي ممكن تساعد في إنه نعمل بريدج بين الناس كلهم في الفيلد، في الفيلد بتاع المختبرات اللي هو المنبر ده يعني. أيوة وأنا بدعو، يعني بدعو الحضور الموجود وبدعو كل الناس البرة. تاني بقوله مركزكم يعني والسودان بلدكم، يعني بعد تعملوا اللينك الصح، يعني إحنا موجودين، يعني مركزنا ده فاتح لأي زول، أي زول عنده فكرة، عنده هايبوثيسيس، عنده حاجة دار يعملها، نحن موجودين. يعني رغم الانشغالات ورغم يعني الواحد بيحاول إنه يجيب في المركز ويكمل عبء التدريس كأستاذ وكمشرف وكله، لكن في النهاية يعني إن شاء الله الأمور تمشي للأحسن إن شاء الله. شكرا دكتور بروف نادر، شكرا دكتورة هبة. أنا آسف إني أنا بتكلم يعني مباشر، حاولت أتواصل بالتشات معكم دكتور صائب العويني من غزة من الجامعة الإسلامية. أهلا بكم، حياكم الله بروف ياسين، كل الإخوة والأخوات المشاركين، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل، والحقيقة اللي بيفتح آفاق واسعة عند المشاركين والساينتست بالعموم. إحنا يمكن عندنا معامل أو معمل تيشو كلتشر وشغل تبع كانسر ريسيرش في الأساس، واشتغلنا شوية كانسر لايك ستيم سيلز، مش كثير، لكن يعني مش كثير في الستيم سيلز اتسلف، على أساس إنه إحنا ستيل need more instruments زي الفلو سيتوميتر عنا، لكن لسه ما اشتغلش جديد يعني وصلنا. فالحقيقة أنا يعني كنت حابب فقط إنه رهبة ومع المختصين إنه يعني يكون تبادل، يكون في زيارات، ممكن يعني إذا يعني كرموا علينا إنه يكون في تواصل معكم لنأخذ من خبرتكم إن شاء الله، يعني خلينا نقول لنقل هذه الخبرة إلى غزة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور صائب، شكرا لك وشكرا لمشاركتك يعني وحسن استماعك. إحنا جاهزين، عندنا أي مشكلة المركز مركزكم، نستضيفكم في أي وقت. فبدي تواصل يعني، الله يبارك فيك. شكرا لك دكتورة هبة. ونختم البروجرام والحلقة اليوم للفائدة العامة، وستيل نحن منتظرين الأمل يتحقق على أرض الواقع بالتكاتف والتآزر مع بعضنا بمختلف الخبرات مختلف التخصصات عشان نحيي بلدنا، وبكرة إن شاء الله أحلى بإذن الله. موفقين، شكرا لك يا دكتور. شكرا دكتور نادي، شكرا لك. الله يبارك فيك، الله يسلمك.